هناخد دلوقتي بقى موضوع جديد اسمه الاكسس كنترول ليست. اهو الاكسس كنترول ليست، والاكسس كنترول ليست بيجي عليها لاب في الامتحان الدولي، كان هو اللاب الوحيد اللي بيطلب مني كونفيجريشن مش ترابل شوتنج يعني، تمام، يقول لي اعمل كذا وكذا وكذا في الاكسس كنترول ليست. هو عندنا اربع لابات، كان واحد بيجي على الاكسس كنترول ليست، وواحد بيجي على الاوز بي اف، وواحد بيجي على الاي جي ار بي، تمام، في واحد كمان، واحد بيجي على النات والبات اللي احنا لسه هناخدهم. الثلاثه اللي انا هتكلم فيهم كلهم اللي هم الاوز بي اف والاي جي ار بي والكلام ده كلهم كان ترابل شوتنج، يعني بتخش تعمل شوهات وتختار الاجابه الصح من الاختيارات، هو ايه المشكله عندي هنا، تمام. الاكسس ليست هي كانت الوحيده اللي بتكتب فيها كوماندات، كنت بتكتب فيها 3 4 سطور كده كوماند. الامتحان انترناشونال، اه تمام. يلا كده نشوف مع بعض الاكسس كنترول ليست بقى. الاكسس كنترول ليست في منها نوعين، نوع اسمه ستاندر ونوع اسمه اكستندد. بالاكسس كنترول ليست فيها منها نوعين، نوع اسمه ستاندر ونوع اسمه اكستندد. حلو الكلام كده. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا في اللاير 4 بنعمل حاجه اسمها سيجمنت، صح؟ اهو بنحط ايه في لاير 4؟ السورس بورت، ايوه، ها، والديستنيشن بورت، تمام. السورس بورت ده اللي هو رقم الابلكيشن اللي شغال عندك على المكنه عندك، فبيبقى اي رقم فوق الكام 1023 اللي هي الارقام بتاعه اليوزر، والويندوز بيختاروا راندوم. طب الديستنيشن بورت انت رايح تكلم مين بالظبط؟ لو انت رايح تكلم ال HTTP هيبقى رقمه كام؟ 80. لو انت رايح تكلم ال HBS 443. لو انت رايح تكلم ال DNS رقمه 53. لو انت رايح تكلم ال FTP رقمه 21. لو انت رايح تكلم ال SMTP 25. لو انت رايح تكلم ال POP 110. لو انت رايح تكلم الدي اتش سي بي 67. ايه الارقام دي مهمه؟ الارقام دي مهمه؟ لا مهمه، اصل دي كومن يا باشمهندس. لا كومن انت هتستخدمها كتير جدا لما تخش النتورك ان شاء الله، فمن كتر ما هتستخدمها هتحفظها، لان دي حاجات كومن، ده في اكتر من دول بكتير يعني. 67 ارقام التلنت، ها التلنت كام يا جماعه؟ 23. ال اس اس اتش 22، فالديستنيشن بورت اللي هو رقم السيرفر انت رايح تكلمه، حاجه من دول كده. انا خلصت اللاير 4 ايه هيدر، هنروح على اللاير 3 هيدر بقى. هيبقى عندنا السورس اي بي ومين والديستنيشن اي بي. حلو الكلام. لو انا شغال، لو انا عايز اعمل فلتر على الباكت، يعني اوقع الباكت او اعديها بناء على السورس اي بي بس، هي جايه منين؟ على السورس اي بي بس، يبقى انا كده هاكتف حاجه اسمها ستاندر اكسس ليست. يبقى ستاندر اكسس ليست يا جماعه بتشتغل على مين؟ على مستوى السورس اي بي بس. الباكت اللي جاي من الشبكه الفلانيه عديه او وقعه. اللي جاي من، اللي جاي من يا باشمهندس سورس اي بي بس، اللي جاي من، يبقى الراوتر بيتشك على الباكت يشوف هو جاي منين. والله لو جاي من الشبكه دي عديه، لو جاي من الشبكه الثانيه وقعه. يبقى انا بعمل فلتر على الباكت لو انا هشتغل ستاندر باستخدام السورس اي بي بس، ده الاوبشن، وده طبعا حاجه ليميتد قوي، صح؟ تمام. طب انا لو عايز اشغل بيهم الاربعه، يعني اقول له اللي جاي من كذا ورايح كذا، طب لو جاي من كذا رايح كذا عديه، طب لو جاي كذا رايح لكذا وقعه، كده هشغل سورس اي بي وديستنيشن اي بي اكستندد.
لا خد بالك كمان كمان الاكستندد ده، انا ممكن اقوله ده لو رايح يكلم الفيسبوك. طب هقول له رايح يتكلم، احط له الاي بي بتاع الفيسبوك والبورت نمبر اللي هو 80. يبقى كده كمان هيعمل تشيك على مين؟ على سورس وديستنيشن اي بي وسورس وديستنيشن بورت نمبر. يبقى انت لو عايز تعمل فلتر بالاربعه دول كلهم، يبقى انت كده يا معلم هتخش على مين؟ على الاكستندد، تعمل تشيك بيهم الاربعه او بواحده منهم او بثلاثه منهم او باثنين منهم. انا عندي الاكسس لسه يا باشمهندس اهي، في ايه حاجه اسمها ستاندر، في حاجه اسمها اكستند. لو انا هعمل فلتر باستخدام السورس اي بي بس اونلي اهو، فلتر اهو بيها، يبقى انا هستخدم مين؟ الستاندر. هو اللي جاي من، ما هو ده مش غير كده. طب انا لو عايز استخدم كله، السورس اي بي، الديستنيشن اي بي، السورس بورت، الديستنيشن بورت، فاختار مين؟ الاكستندد. يبقى الاكستندد اقوى منين يا جماعه؟ من الستاندر. حتى الاي بي فيرجن 6 ما عادش فيه ستاندر. لما عملوا الاكسس ليست اللي بيشتغل مع اي بي فيرجن 6 قال لك يا عم الستاندر دي مالهاش لازمه. لان لو عايز اعمل فلتر باستخدام السورس اي بي بس، ما انا ممكن استخدم الاكستندد واعمل فلتر بمين؟ بالسورس اي بي بس. هو يا اما استخدم الاربعه يا اما حاجه من الاربعه، يا اما اعمل لهم اندنج يا اما اعمل لهم اور. يعني اي كومبينيشن منهم بين الاربعه وعلى هذا بالظبط اكستندد. انما لو هستخدم السورس اي بي بس ستاندر. حلو؟ الاكسس ليست يا شباب فيها اثنين كوماند، يعني الكوماند بتاع الفلتر ده فيه اثنين كوماند اهو. في كوماند اسمه الاو، اسف، كوماند اسمه بيرميت. بيرميت ده يا جماعه يعني الاو، عدي اسمح. وكوماند اسمه دراي يعني دروب. يبقى ده يعني الاو، اما دوت يا جماعه يعني ايه؟ يعني دروب. واحد عديه واحد وقعه، ايه؟ الكوماندات لا الاثنين الستاندر او الاكستند. فانت عندك اثنين اوبشن يا باشمهندس، لا اما تعملي بيرميت يعني بيعدي عدي الترافيك ده، لا اما تعملي ديناي وقع الترافيك ده. في كوماند ثالث بس ملوش لازمه قوي اسمه ريمارك. الكوماند ده فايدته ايه؟ لو انت عايز تعمل كومنت كده، يعني انت عملت سطر كده في الاكسس ليست اسمه قال له ما اعرفش ايه ايه ايه، فعايز تعمل ايه؟ تكتب ريمارك، تعمل كومنت، والسطر ده بيعمل ايه؟ عشان لما تيجي تسترجع بعد كده الاكسس ليست تعرف كملحوظه لنفسك كده. اسمه ريمارك، انما ده ما بيأثرش على الباكت، ده حاجه ليك انت ايه؟ فور ريفيور بس. حلو الكلام كده؟ ها؟ لحد كده حلو؟ تعال ناخد الاستاندر بقى. الاستاندر بتاخد ارقام من الواحد لحد 99. يبقى لو انت عملت اكسس ليست واديت ارقام من 1 99 الراوتر بتاعك هيفهم ان دي ستاندر. الاكستندد بتاخد ارقام من ال 100 ل 199، ده الاكستندد. يبقى الاستاندر ارقام بتاعتها من كام؟ من ال 1 99. الاكستندد من ال 100 ل 100 كام؟ 99. عايز ايه؟ انا؟ مش مهندس خالد. انا وانا بعمل اكسس ليست هدي الاكسس ليست نمبر، فانا وانا بعمل ستاندر هحط ايه؟ رقم الستاندر بتاع الاكسس ليست. لو انا عايز اعمل ستاندر فاحط الرينج بتاعي كام؟ من الواحد ل 99. وانا عايز اعمل اكسس الاكسس ليست احط ارقام من ال 100 ل 199. يبقى على حسب نوع الاكسس اللي انا هعمله هديها رقم. لو انت عايز تشتغل ستاندر يا باشمهندسه ادي له ارقام من الواحد ل 99. لو انت عايز تعمل اكستندد هتدي له ارقام من كام؟ من 100 ل 199. الرقم يعني كريبل مثلا؟ لا، عشان انا ممكن اعمل اكتر من اكسس ليست على الراوتر. الاكسس ليست مجموعه من الكوماندات مكتوبه عندك في ورقه، خلاص كده بتعمل الراوتر بيعمل فلتريشن للباكت بناء عليه. زي البلاك ليست اللي موجوده في المطار مثلا. صح كده؟ مجموعه من الكوماندات كده ورا بعضيها، لو حصل لها ماتش الراوتر لا اما يعدي الباكت لا اما يعمل له ديناي. حلو؟ دي معنى اكسس كنترول ليست. هقول هو هبان كل حاجه حالا. ها اقول كده؟ طيب انا عندي الشبكه بتاعتي اهي، هاخد اول حاجه ستاندر وهديكم مثال على الستاندر.
الستاندر دي فيها ارقام من الزيرو لكام؟ لل 99. من الواحد 99 اسف. من الواحد 99. بص كده يا باشمهندسة انا عندي اهو الشبكة ده اهي. دي الرسمة بتاعتنا. وعندي هنا في شبكة. وعندي هنا في شبكة. وعندي هنا في شبكة تانية اهي. دي الرسمة بتاعتنا المعهودة اللي احنا شغالين عليها طول الكورس اهو. كان هنا 172 16 واحد زيرو. وهنا 172 16 2 0. وهنا دي شبكه 172 16 100 0. انا عايز الشبكه 1 اي حد طالع من الشبكه 1 رايح يكلم الشبكه 100 يروح. انما اي حد طالع من الشبكه 2 رايح يكلم الشبكه 100 يقع. تاني انا عايز اقلو الترافيك ال 1 0 يكلم الترافيك 100 0. بس عايز اعمل ديناي للترافيك 2 0 ان هو يروح يكلم 100 0. شبكات شبكات ممكن ممكن ايه مواقع مثلا زي ايه؟ لا 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 الستاندر مش شغاله كده. الستاندر شغاله بس على الاي بي، على الاجهزه بس، على الايباد بس. الله يكرمك. لو انا عايز مواقع ده الاكستندد ان شاء الله، لان هنخش بقى بورت نمبر. صح الكلام كده، عشان يفرق الترافيك ده رايح للـ اتش بي ولا الدي ان اس ولا رايح فين بالظبط. قوي يعني ماشي. ها نعمل ازاي بقى يا باشمهندس علاء؟ هاجي على الراوتر اهو وهقول له اكسس ليست رقمها كام؟ احنا شغالين ستاندر، هدي لها رقم 1. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بيرميت، فاقول له كده اهو بيرميت الترافيك اللي جاي من 172 16 1 0 مسافه بالوايل كارد ماسك بتاعه. فاكرين طبعا الوايل كارد ماسك دي كانت 1624 مقلوب السبنت ماسك. تمام كده يا هندسه اهو 4 3 255 0 هيطلع لك كام لما تطرحهم من 4 255 اهو. طيب انا عايز كمان اعمل ديناي، يبقى اقوم عامل سطر تاني اهو ما اسمها لسته بقى، لسته من السطور اهو اكسس ليست. هتضيف السطر ده فين؟ في الليسته اللي اسمها 1. بس المره دي عايز اعمل ايه؟ ديناي. عايز تعمل ديناي لمين؟ ل 172 16 2 0 0 0 0 255. انا كده عملت الاكسس ليست، بس المفروض احطها على انهي راوتر؟ احطها على الراوتر ده ولا احطها على الراوتر ده ولا احطها على الراوتر ده؟ راي حضراتكم ايه؟ اللي ايه؟ اللي الاخرين اللي عنده ال 100. ها حد له راي ثاني غير باشمهندس علاء؟ ها صح، احطها على الراوتر 100 فعلا. اصل انتوا عارفين لو انا حطيتها هنا الراوتر ده مش هيعرف يخرج يكلم الناس اللي هنا، مش هيعرف يخرج يروح يكلم الناس اللي هنا. ها انا عايز امنع الباشمهندس سيد ان هو يروح للمكتب عندي، فانا لو حطيت الراجل اللي ماسك الليسته هنا الباشمهندس سيد اتمنع ان هو يخرج اصلا من الاوضه، لان انا بقول له ايه؟ بقول له ديناي الشبكه 2 0. مفيش عندي ديستنيشن، انا بمنع باستخدام السورس. امنع الباشمهندس سيد. فلو حطيت الراجل البودي جارد هنا على الباب هو هيتمنع اصلا يخرج من بره الاوضه. وعشان كده يا جماعه السورس اكسس ليست الستاندر اكسس ليست بتنحط بعيدة جدا عن السورس، قريبة جدا من الديستنيشن اللي انت عايزه تمنعه انه يروح عنده او تسمح له انه يروح عنده. يا يعني بتحط فين؟ عند الراوتر البعيد. فبتحط ايه فين يا جماعة؟ close to destination network. بتنحط ايه؟ قريبة جدا من الديستنيشن نتورك. ايه؟ على الفاضي طبعا، ويروح هناك عند الراجل المكتب عشان يديله على كده ديناي او قال فعلا. بس دي ما فيش قدامك حل غير كده. ما انا قلت لك لو حطيته هنا على الراوتر كده الباشمهندس مش هيطلع من الاوضه. طبعا طبعا طبعا. انا لو هشتغل براكتيكال مش هشتغل الستاندر خالص. كله بياخد نفس الرقم، معناه يا باشمهندسه كل الارقام دي موجوده في لسته واحده، رقمها كام؟ 1. ما هي لسته بقى،
لسه من الكوماندات، لسه من الالاو والديناي. على نفس الراوتر لو انت عايزه تعملي كده، فمن ممكن يكون عندي على الراوتر كام لسته؟ اتنين بس. انا هقول لك ازاي تكتبيها بقى دلوقتي. حلو الكلام كده؟ طيب يبقى انا جيت كده على الراوتر الاخراني يا جماعه وعملت ايه؟ على الراوتر الاخراني دوت وعملت اكسس ليست، مكتوب فيها ايه؟ لسته كده مكتوب فيها اول ما الباكت تيجي للراوتر يا راوتر الاو 20 لحد 2255 وديناي اسف الاو 10 لحد كام؟ 1255 اللي هو الشبكه الاولانيه، وديناي 20 للشبكه دي لحد كام؟ 2255. مش دي معناها كده؟ على الراوتر فين انكتبت؟ على الراوتر ده. وعرفنا ان احنا بنحط الاكستندر بعيده عن السورس، قريبه منين؟ من الديستنيشن. خلاص. بس كل انترفيس بيبقى لها اتجاهين للترافيك. الترافيك داخل جوه الراوتر من الانترفيس اهو، داخل جوه الاوضه، وترافيك خارج من الاوضه. في اي فتحه في الدنيا الترافيك بتاعها بيبقى ايه؟ ان يعني داخل من الانترفيس داخل على الراوتر، او اوت يعني ايه؟ جاي من الراوتر خارج من الانترفيس. صح الكلام كده؟ اهو اي فتحه في الدنيا، يعني الفتحه ده اهي اللي هو الفاصل ده اهي، لا اما الترافيك خارج من الراوتر رايح للاجهزه وده بسميه اوت. اوت يعني ايه؟ خارج من الراوتر، خارج من الباب رايح للاجهزه، او جاي من الاجهزه داخل لمين؟ للراوتر، فده بيسموه اتجاه ان. يبقى كل انترفيس يا جماعه بيبقى لها اب وايه؟ وداون. او ان يعني داخل من الانترفيس داخل على الراوتر، اوت يعني خارج من الراوتر خارج من الانترفيس بره. انت عايز تحط الاكسس ليست دي يعني الكوماندات دي تشتغل على الترافيك اللي داخل جوه الانترفيس ولا اللي خارج من الانترفيس؟ رواقي بس عليا. ها بصوا الاول في الستاندر اكسس ليست انا بحدد الانترفيس اللي انت عايزه ايه؟ يتمنع ان هو يروح عندها اللي هي دي الشبكه ايه؟ بص لو جه الراجل ده يتكلم بقى، جه الراجل ده يتكلم هيبعت لك الترافيك كده 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 يخش جوه الراوتر ويجي هو خارج اعمل عليه التشيك. يبقى اوت صح الكلام؟ تاني كده تاني كده يا باشمهندس ياسمين ها ادي الراوتر اهو اهو لما يجي الناس دي تتكلم مش نازل هيكلموني؟ هيبعتوا لي الترافيك اهو اهو هيخش جوه الراوتر اهو يجي وهو خارج من الانترفيس رايح للاجهزه اعمل عليه ايه؟ تشيك. وداخل هيبقى جاي منهم هم وانا عايز امنع الداتا بتاعتهم ان هي تروح هناك ولا عايز امنع دوكهم ان هم يوصلوا لهم؟ انت عايز تعملي ايه؟ عايز امنع الناس التانية. انت عايز تمنع ال 100؟ في خارج ال 100 في خارج ال 100 قبل ما يروح لل 100 تمام كده؟ ها يبقى الاتجاه تاني ان واوت ده تاني كده. انا يا جماعه عندي الرسمه اهي ادي الرسمه بتاعتي اهي بمنتهى البساطه اهي فيها هنا كام؟ في هنا 10 و 20 وبعدين اهو ادي راوتر اهو وادي راوتر اهو وفي هنا 100 وكام؟ و200 اهو شبكه 100 والشبكه 200. احنا خلاص عرفنا ان احنا هنحطها عند الراوتر البعيد اهو الكوماندات هنكتبها هنا بس هربطها بانهي انترفيس؟ هخليه يعمل فلتر على انهي انترفيس؟ قلت لك هتروح للانترفيس اللي جنب الديستنيشن على طول اهو. طيب الراجل هيعمل ازاي؟ هيبقى الترافيك بتاعه خارج من الراوتر ولا هيستنى الترافيك وهو داخل يعمل عليه تشيك؟ انا بعمل بالسورس. لا السورس امتى يبقى سورس عندي؟ لو انا خارج لو انا خارج اوت لان اهو هيبقى اهو 1 2 رايح يكلم مين؟ 102 ده السورس اي بي اهو يا باشمهندس وده الديستنيشن اي بي ماليش دعوه بيه الاكستندد بيشتغل على ده بس. فلما يبقى الفريم شكله كده هيبقى الترافيك جاي منين؟ من هنا ماشي كده ماشي كده اهو اهو دخل جوه الراوتر جه يخرج من الانترفيس قمت تشيك عليه. والله لو انت جاي من 1 2 هعديك، لو انت جاي من 2 2 هوقعك. انما لو عملت الاتجاه التاني هيبقى ايه؟ هيبقى لو انا عملت اتجاه ان كده هيبقى السورس اي بي عندي كام؟ جاي من 100 هيبقى 102 مثلا. انا بتشك يا جماعه في الاستاندر على مين؟ على السورس. انا عايز اتشك على السورس 1 و2 مش ال 100 وال 200 صح الكلام كده؟ طيب تعالوا نكتبها بقى تعالوا نكتب اهو هاجي على الراوتر اهو البعيد طبعا
عشان ابين لكم ان كل حاجه شغاله. انا شغلت راوتنج بروتوكول عليهم، طبعا لازم نشغل راوتنج بروتوكول الاول عشان كل الشبكات تبقى شغاله بعضيها. اهو ما هنا كده مفيش ايبهات، نحط ايبهات للاجهزه بس. يا سلام، كنا عاملين امبارح ودي اتش سي بي وبتاع، مشكله الواحد اللي ما بيخزنش. ها 172 16 ايوه 1 2 تمام اهو. وهنا الاي بي كام؟ 1 1 اهو. وصبنة ماسكت كمان هغير اهو. ايوه كده، خليكم معايا انا عشان الاقي، عشان انا مطبق من امبارح ودينا بايظه. ها كده 100 اهو 102 ماشي زي الفل، 101 ايوه تمام. هو كده متعرفين، تعال بس نشوفهم كده ايه، نتشك كده ولا نتشك كده تشكايه كده اهوت من هنا كده، من بنج من هنا لهنا كده. يلا، هو انا مشغل عليهم الرب. ايه ده؟ يبقى مفيش الرب مش شغال. طب تعالى نشوف كده الروت اللي هو شغال عليه، بس انا مشغل عليه الرب والله. شو اي بي روت اهو، الرب جايب ال10. ايه ده مش جايب ال100 وال200 ليه؟ طب شو راننج كده، بصوا ادي الاي بي الاولاني خلاص، حط اي بي الانترفيس وده خلاص، وده خلاص زي الفل. وبعدين جيت هنا مشغل الرب اهو، ادي اهو راوتر رب فيرجن 2، النتورك بتاعتي ماشي، هو عاملها كده ماشي، النتورك كذا ماشي، ونقطه سمري ماشي. طيب تعال نشوف هنا، تعال نشوف هنا كده بس اهو، انيبل شو راننج اهو. في هنا مشكله يا جماعه بنحاول نحلها اهو، دخلت عملت راوتر رب فيرجن 2 وال10 وال209 ماشي، وعامل لهم مع نفسه سمري ماشي اهو. هنا كده انيبل شو راننج هنا بقى نسيت اكتب فيرجن 2 راوتر ريب، نسيت اكتب فيرجن 2 الراوتر التالت ده، شايفين فيرجن 2 صح الكلام، وعشان كده فيرجن 1 مش شغال مع السبنيتنج، فكان عندي مشكله، فهشيل النسخه بتاعه الريب اللي موجوده على الراوتر التالت ده واشغل فيرجن 2 بس ماشي اهو. كونفيجر تيرمينال نو راوتر ريب، وقفت الريب اللي عليه راوتر ريب فيرجن 2، النتورك اللي حواليا اهي، دي مشكله في الراوتنج بروتوكول بس يا جماعه اهو. وال200 وايه وال209 ونو ايه اوتو سامر اهو. طيب تعال نشوف كده الدنيا فيها ايه. المفروض شو اي بي روت اهو، جاب كل حاجه دلوقتي تمام. لما كان شغال ريب فيرجن 1، احنا خدنا قبل كده ريب فيرجن 1 ما بيشتغلش مع حاجه فيها سبنتنج، حتى لو انت كاتب كوماند نو اوتو سامري، لانه اصلا ما بيدعمش الكوماند ده. وانا بكتب نسيت الفيرجن 2 فعمل لي المشكله دي. عموما تعال نجرب دلوقتي بقى، هتلاقوا الدنيا شغاله زي الفل قبل ما احط الاكسس ليست اهو. سيميوليشن كده هو عندي اتنين باكت هنا اهو، ده عايز يكلم ده مفيش مشكله خالص اهو، عدى اهو اهو، يعني في كونكشن اهو، الدنيا لذيذه وفي روتس متكريته احنا عندنا في الشركه روتس متكريته، بس اول ما هتحط الفاير وول او الاكسس لسه هتقطع لك كل حاجه، كل حاجه هيحصل لها بلوك دلوقتي. بص كده، عايز اكتب الاكسس ليست اللي احنا عملناه، اروح على الراوتر البعيد اهو اهو، واكتب ايه كونفيجر تيرمينال اكسس ليست رقمها كام؟ 1 بيرميت، الشبكه 172 16 1 0 0 0 0 255. وبعدين اكسس ليست رقمها 1 برضو، بس المره دي ايه؟ ديناي اهو، مش واحد برضه، خليها اتنين. اتنين اسف، ديناي كام؟ 2 0 اهو، خلاص كده تمام كده.
اهو ده السطرين اهوت يا جماعه. انا عملت اكسس ليست دلوقتي وحطيت فيها سطرين اتنين اهو. اكسس كنترول ليست، اول واحده مين؟ ستاندرد. تمام اهو. تعالوا نربطها بقى بالانترفيس. عايز اقول له الكوماندات دي تتطبق على الانترفيس الفلانيه والترافيك خارج. ها تمام. طيب يلا كده ادى الانترفيس اهو اهو، دخلت جوه الراوتر اهو وقلت له انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اكسس جروب، مجموعه الكوماندات اللي هو الواحد والواحد اللي هم الكوماندين اللي موجودين في الواحد اي بي اكسس جروب واحد، طبقها اوت والانت ايه والترافيك خارج. اي بي اكسس جروب واحد، يبقى الكوماند اللي بينكتب تحت الاكسس لسه اسمه ايه؟ اكسس جروب، لانهم اكتر من كوماند. خلاص كده انا دلوقتي ربطت الترافيك بتاعي بتاع مين؟ بتاع الانترفيس ده. طب تعالى نجرب كده بقى يا باشمهندس. لا برضه في الاكتيف اكسس جروب. تمام؟ اصل ده ككوماند سينتاكس ستاندر. فاهماني؟ فانت عندك ممكن تجيب واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه يعني. تمام؟ ها اي بي اكسس جروب ايه؟ واحد اوت. طب تعالوا كده نشوف مع بعضنا يا شباب. والله لو الترافيك طالع من هنا رايح لهنا هيروح سكسسفول اهو. تمام؟ هيمشي ويبقى ماشي زي الفل اهو. ماشي اهو راجع زي الفل اهو. احنا عاملين الاو عاملين برميت لمين؟ للواحد. طب لو جه بقى من الاثنين تعال نشوف كده 172 16 2 2 مثلا اي حاجه اهو، وهنا 200 ايه 255 والاي بي بتاعه كام؟ 2 1. عايزه تركز معايا قوي في اللي هيحصل. تمام كده تجيب كده الموضوع من اوله يعني اهو. الراجل ده لو هيروح هنا فيلد هو هيعدي زي ما الباشمهندس هدى قالت هيمشي وهيضيع ترافيك وهيتعب نفسه ويروح لحد الديستنيشن هناك مكتوب الاكسس ديس، لما يجي يخرج يوم الراجل بعت لك ايه الباكت الحمراء دي في وشك تاني انريتشابل صح، بيستهلك باندويث فعلا زي ما حضرتك. بعد ما راح هناك عند الاوضه بتاعت الاداره هناك بعيد راح نرجعه تاني المعمل بتاعه صح كده؟ ما رجعوش الشبكه بتاعته. تمام؟ بس للاسف يا باشمهندس سيد، قول بقى قول السؤال بتاعك اللي هو للاسف. بيه؟ لا بيوقعه هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك انريتشبل، هيوقع لك الباك بتاعتك ويبعت لك انريتشبل. تمام كده؟ والانريتشبل بقى ده تاخدها على برنامج تاني تظهر بقى يوزر مسج جميله كده لليوزر فيها ورد ودباديب وكل حاجه يعني. تمام؟ بدل ما يظهر له انريتشبل يعني. او شتيمه مثلا، انت رايح تخش على الشبكه دي ليه مثلا يعني. بعد كده ان شاء الله في الابلكيشن بقى تقدر تلعب في شكل المسج زي ما انت عايز، بدل ما يظهروا انريتشبل كده وقدامه كده وتصدمه. تمام كده ولا تظبطوا الباكت يعني. طيب لان وصلت له الانريتشبل، وصلت له الراجل عارف ان هو انريتشبل دلوقتي ان الراجل انريتشبل وصلت له يعني. طيب للاسف يا باشمهندس سيد لو جيت تبنج من هنا لهنا برضه مش هيبنج. اوبا تعالى كده يا عم نشوف. تعالى بقى ما هقول لك ليه. ما انا جاي النهارده عشان اقول لك ليه يا باشمهندس. ها واحد اتنين اهو. 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 وهنحط له ده ايه الجيت واي بتاعته كام؟ واحد واحد. يلا يا عم الواحد كده. يجي يكلم ده. فيلد برضو. ايه يا عم ده انا مالي بده؟ انا اساسا ما حطيتش حاجه على ده. يا نهار ابيض. عشان ما قلتلوش ده ها؟ لا ما هو انت لما تحطي المبدا بتاع السكيورتي فالاصل بتاعك بيبقى الديناي. هو بس اللي عدى الله يكرمك. فاحنا ابدا لما انا ببني الشبكه بتاعتي هو في الاصل كل النتورك اللي في الشبكه عندنا كراوتنج كل حاجه بتوصل لبعضيها.
يعني انت ليك الحق ان توصلي بالنتورك بتاع التدريب والنتورك بتاع ما اعرفش ايه، بس يا معلم لما تحط الفاير وول يقوم قافل لك كله عن بعضه. انت بقى لو ليك سيرفر في القريه الذكيه نعمل لك الاو للشبكه اللي تحتك هنا في القريه الذكيه، انما الاصل عندنا طالما حطينا سيكيورتي الاصل ايه؟ المنع، مش الديفولت السماح. لا ده كل الناس ممنوعه. وعلشان كده يا جماعه اخر اي اكسس ليست، اخر اي اكسس ليست مكتوب الكوماند ده من غير ما انت تكتبه، مكتوب الكوماند ده من غير ما انت تكتبه، حاجه بيسموها كده مكتوبه في اخر اي اكسس ليست، مجرد بس تكتب الكوماند بتاع اكسس بتلاقي في اخر اي اكسس مكتوب كده ديناي مسافه اني، بيسموها امبليست ديناي. بليست يعني ضمنيا، انت عملت اكسس ليست يبقى ضمنيا كده يا معلم كل الناس ممنوعه، حطيت امن على البوابه يبقى ما فيش حد هيخش غير اللي معاك كارنيه، غير انت ما عامل له برميت، صح ولا لا؟ ولا هو الاصل السماح؟ لا الاصل ان كل الناس ممنوعه واللي معاه بس التاشيره هو اللي هيعدي، ده الاصل في السكيورتي. تمام كده؟ فالديفولت بتاعتنا بتبقى كل الناس خلاص اتمنعت عن الشبكه دي طالما اكتفت عليها الاكس ليست، حتى لو انت ما كتبتش فيها كوماند خالص. مين اللي يعدي؟ اللي انت عامل له برميت بس. بس اي ما انا بس انا كنت بشرح كوماند ديناي يا باشمهندس بس عشان اوصلك للحته دي. اصلا لو ما كنتش حطيت الكوماند ديناي بتاع الشبكه الثانيه طب هو منين عارف ان هي تتمنع؟ واقعد اقنعك بقى ان والله في ديناي امبليست ديناي موجوده فما كنتش هتقتنع حضرتك. صح كده؟ فهو المفروض لو انت عملت برميت بس الشبكه اللي فوق هو بقيه الشبكات كلها ممنوعه. صح؟ وكده تشتغل معاك زي الفل. خلاص؟ اهم حاجه فهمت المعلومه ووصلت لك؟ بس وده دوري بس مش اكتر ولا اقل يعني. تمام؟ اه اللي عليه الاكسس ليست. لا ازاي يا باشمهندس؟ اهو بصي انا دلوقتي الراجل ده مسموح له ان هو يكلم الراجل الجميل ده عادي جدا، بس حط له الاي بي بس الاول اهو، حط له اي بي الراجل ده غلبان مالوش اي بي اهو 172 16 ها 202 صح الكلام كده؟ ظبطي له بس السبنت ماسك اللي انت لعبه فيها ده اهو اهي صح الكلام كده؟ بصي اهو اهو بس الارب بقى والحاجات بتاعته الجميله دي. يلا يا باشا اهو 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 طبعا. هو انا رابط الانترفيس 0 على 1 دي باكسس ليست؟ لا الاكسس محطوط على 0 على 0، البوابه اللي وقفت عليها امن ب 0 على 0 صح اهو. طب انا ممكن اروح اخش جوه الانترفيس دي واقول له ايه؟ اي بي اكسس جروب 1 اوت. لا دي صح برضه كده، الشبكتين دول مين اللي هيكلمهم؟ واحد بس. فانا ممكن الاكسس ليست الواحده اربطها بايه؟ باكتر من انترفيس. اهو عايزين نطبق رول دي على انترفيس ثانيه اهو. انا عايز اوقف امنع على الراجل ده، امنع كل الناس اللي راح الناس دي غير واحد بس، شبكه واحد انترفيس فاص 0 على 1 اي بي اكسس جروب 1 اوت. بقى 0 على 1 واقف عليها مين؟ الكوماندات اللي هو البرميت والدراي بتاع الاثنين والدراي بتاع كل الناس. صح كده؟ تعال نجرب كده. اهو لو الراجل الجميل اللي كان بيكلم زميله تحت ده. اهو. تعال كده نشوف. يلا يا عم. الراجل اهو رايح، جه يخرج بتاع الامن قال له ايه؟ انا بس اللي مسموح لي ان انا اعديه اللي جاي من شبكه 172 16 1. انت جاي من العشرة. فيروح يبعت الايه؟ الظرف الاحمر في وشه اهو. صح الكلام كده؟ طب لو الراجل ده جاي يكلمه عادي بقى، الراجل ده شغال اهو. اهو. صح؟ الراجل ده لوحده هو اللي مسموح له يعدي كده او يعدي ايه؟ كده. ها؟ طبعا يا جماعه اللي انتوا استنتجتوه ان انا كان ممكن ما اكتبش الكوماند الثاني بتاع الديناي ده صح، لانه في الاخر مكتوب يا باشمهندس ديناي اني صح، بس انا كنت بشرح لك ان في كوماند اسمه ديناي. تمام كده؟ طيب
مشكله الاستاندر اكسس ليست من نوع نمبر ان انت حضرتك ما تعرفش تعدل فيه. يعني ايه الاكسس ليست دلوقتي يا باشمهندس صلاح كده بقت معموله ازاي؟ بص كده يا حبيبي بقت معموله كده. لو انت جيت شفت الورقه بتاعتها هتلاقي معموله كده يا باشمهندس خالد اهو. برميت ال 172 16 كام؟ 1 0. من الزيرو لحد كام؟ 0 0 0 200 ايه؟ 55. يعني من الزيرو لحد كام؟ 255. وبعدين انت كاتب ديناي 172 16 2 0 من الزيرو 0 0 دوت ايه؟ 255. وبعدين في اخرها حاجه كده مكتوبه هو كاتبها باي ديفولت اسمها ايه؟ ديناي اني. عارفين دلوقتي بعد ما نفذنا الاكسس ليست وربطناها بانترفيس الباشمهندسه هدى عايزه تسمح للشبكه 10، فدخلت عملت ايه؟ اكسس ليست 1 برميت 10 كذا كذا. انتوا عارفين الامر ده هينكتب فين؟ هينكتب في الاخر ولا له اي لازمه بعد الديناي. بعد الديناي هينفع؟ ها هيقول له برميت. يبقى الستاندر اللي من نوعه نمبر يا باشمهندسه اي كوماند تكتبيه بعد ما نفذت الاكسس ليست بينكتب فين؟ في الاخر. فالاكسس ليست من نوع ستاندر من نوع نمبر ما ينفعش اعدل فيه. هيتعمل مره واحده. طب لو عايز اعملها اشيلها واخلق واحده جديده لازم اشيلها ليه؟ لو انت عايز تخلق واحده هتخلق واحده جديده بس القديمه لسه موجوده هتتمع. لو انت عايز تغير فيها يعني انا هدخل الاجاوب في الثانيه الاجاوب في الثانيه هيحصل كومبليت كده بقى. لان الراجل معاه اثنين اكسس ليست، واحد مكتوب فيها ان انت ما تعديش، واحد مكتوب فيها ان انت تعدي. فالرابطه بيننا ينفع؟ ينفع ابقى واقف اثنين اثنين بيزقوا حجم على البوابه تحت، واحد بقول له عدي الباشمهندس ياسين، واحد بقول له ما تعديهوش. لا اعمل اكتر من اكسس بس ما يتعرضوش مع بعض. لا اعمل كوم المساحه مجرد ما بسمح لواحده بيجمع الباقيين خلاص هي كده قفلت. لو معايا نفس الكومه، لو معايا نفس الليست اللي هو عندي لسه ثانيه، الرابطه بقى هتبدا لسه الاولى ولا الثانيه؟ معرفش هيحصل كومه دي مشكله بقى. الاكسس ليست اللي كل كتير الكوماندات اللي قوي او السطور تحت الكوم بادي قوي شوف انت عايز تعملي ايه وبعدين تطبق. انت لو انا مقرره ان انا طبعا بس لازم يكون في دوكيومنتيشن عندي. التمرين دوت طبعا مش منطقي في الاي تي. اي كوماند انت قسمت التري لازم يكون عندك موجود على الملف بتاعك عشان صح كلام كده؟ ما مش عارفين كلام على يعني الكوماندات اللي بتعمل كل يوم والتشينج اللي بيحصل ده ما تسجلهوش؟ ايه كده خلاص؟ بيسجل في اللوجو بيسجل مفيش سكريبت عندكم بيسجلوا في الكوماندات دي؟ لوجات اللوجات دي اللي هي رسالة بتطلع من السنترال. لا 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 الكوماندات الكوماندات دي عندكم اسمها لوج. عندنا اسمها سكريبت بقى. يعني بيسجلوها كده ورا بعضها كده في ملف تكست كده وفي برامج بتعمل الكلام ده. فلو عايز اشيل الاكسس لسه هعمل ايه؟ هاخد الاكسس لسه القديمه اعدل فيها براحتي اشيل القديمه واطبق الجديد. تمام؟ فبشكل الكوماندات كلها من الاول. لا ما انا لسه هقول اهو لسه جاي اهو لسه جاي. طيب انا ما اعرفش نعمل ايه. نصلي الظهر ونيجي؟ ماشي معلش. طب نصلي الظهر ونيجي عشان هبقى قاعد مش مستريح. يعني لما اجي اعمل تعديل في الستاندر في الستاندر في النمبر اكسس ليست اللي هي من نوع نمبر سواء كان ستاندر او اكسند او اي حاجه بالظبط. لان اي تعديل يا جماعه بيعمل عمليه ادنج. ادنج فين؟ ادنج تحت بيضيف لك الكوماند في الاخر في اكسس ليست. تمام؟ يعني انا لو انا عايز دلوقتي اعدل فيها وجيت اهو استعبطت اهو قمت عامل ايه؟ وقلت له انا واقف اهو على الراوتر ده اهو افتح لي الاكسس ليست اللي اسمها واحد اهو واحد بيحاول يعمل تعديل اهو اعمل برميت للشبكه 10 1 1 0 0 0 0 دوت 255 تمام اهو شايفين انا عملت الكوماند بتاع برميت اهو. بس للاسف لو جيت عملت شو اكسس ليست يعني وريني الاكسس ليست اللي مكتوبه اهو شو اكسس ليست وانتر هتلاقي الكوماند بتاع ال10 1 1 0 ده انكتب فين؟ في الاخر.
لا لو انت كمان، لو انت كمان عندك الديلز اكتر، لا هو انكتب بعد الكوماند بتاع الديناي اني، يعني ما عادش له لازمه اساسا. طيب تعال نجرب كده، يا رب يكون الباك تريسر بس معدول. تعال نجرب كده، بعد ما عملت حتى برميت اهو، الراجل ده يحاول يروح للراجل ده اهو، طبعا هو عامل لي سكسس والباك تريسر مش مظبوط خالص يعني اهو، ده باج جاي في الباك تريسر اهو، شايفين نفذ الكوماند اهو، انما في الحقيقه بيبقى مكتوب بعد الديناي اني، تمام، دي باج جاي في الباك تريسر، في الحقيقه مكتوب بين بعد الديناي اني كمان، تمام. طيب انا عايز اعدل الاكسس ليست دي، اعمل ايه؟ المفروض تشيلها او تحطها تاني. طب ما دي عمليه متعبه زي ما زمايلنا بيقولوا، لا اشيل كلها اكس ليست كلها واعدلها تاني. طيب دي عمليه متعبه، وعلشان كده اخترعوا اكسس ليست نوع تاني ما بيتحطلوش رقم، بيتحطله اسم، ده اللي ممكن تعدل فيه، اسمه نيمد اكسس ليست. يبقى الفرق ما بين النمبر والنيمد ايه يا جماعه؟ ان النيم ممكن اعدل فيه، اما النمبر ما اقدرش اعدل فيه. طب النيم ده بيتعمل ازاي؟ ايه النمبر؟ النمبر يا هندسه اللي هو ده الواحد واثنين اهو، انا كاتب اكسس ليست واحد صح كده، دي نمبر، بدل ما اكتب واحد هدي لها نيم اسم. بعملها ازاي بقى يا باشمهندسه؟ ايه دي نمبر، دي من نوع نمبر، عملوا نوع جديد يمكن تقدر تعدل فيه اسمه النيم، بدل ما تكتب رقمها واحد تدي لها اسم زي ما انت عايز من عندك. ماشي بص كده يا حبيبي، هقول له ايه؟ كونفيجر تيرمينال نو اكسس ليست واحد، شلت اكسس ليست واحد اهو، هعمل واحده من نوع نيم، دي هي نفس الاكسس ليست واحد دي، هقول له ايه؟ اي بي اكسس ليست نوعها ايه؟ ستاندر. عايز تعمل اسمها ايه؟ عايز اخليها اسمها اكسس ليست اندرسكور فيل، اي اسم راح مدخلك جوه الاكسس ليست اهو. بقيت دلوقتي جوه مين؟ انا قلت لك يا ابني ما احضرش الكورس من الاول، طبعا مناطق مزلولين، قلت لي لا هحضر الكورس. حلو كده؟ اي بي اكسس ليست من نوع ايه؟ ستاندر، اسمها ايه يا جماعه؟ اكسس ليست فيل. انا كده بقيت فين يا باشمهندسه؟ جوه الاكسس ليست اهو. اكتب بقى الكوماندات على طول، يعني قول له بيرميت اهو 172 16 1 0 0 0 0 255. طيب ديناي الشبكه كام؟ 172 اهو 172 16 2 0 0 0 0 255. حلو انا خلصت كتاب اهو، ها طلعت بره الاكسس ليست خالص اهو، دخلت على الانترفيس فاست، زيرو على مين؟ على زيرو. اي بي اكسس جروب اسمها ايه بقى المره دي؟ اكسس ليست اندرسكور ايه؟ فيل اوت. خد بالك في البيت هنا الاسم الاكسس ليست كيس سنسيتيف، يعني لو انت مكريتها بحرف سمول لازم تكتبه الحرف سمول، لو انت مكريتها حروف كابيتال لازم نفس الحرف بالظبط. طيب ادي اكسس ليست من نوع ايه؟ نيمد اهي. دي ايه؟ اللي هي فيل اوت دي واحدة تانية. اه لا مش واحدة تانية ولا حاجة، انا بطبق الانترفيس بس، مش انا عملت اكسس ليست اسمها اكسس فيل، حطيت فيها الكوماندات بتاعتها يا باشمهندسة. طيب تمام اهي، عايز اربطها بالانترفيس بقى، اخش جوه الانترفيس واقول له اللي اسمها اكسس ليست فيل اللي فيها الكوماندين البرميت ده والبرميت ده. صح هو ايه اللي هو عمله ده؟ اه بس ده اهو تمام، ده وده اوت، يعني الكوماندات تتنفذ في اتجاه الاوت صح؟ اهو بس هنا عاملها بايه يا جماعه؟ بالاسم. طيب الباشمهندس علاء عايز يضيف الكوماند بتاع البرميت الجديد بقى ما بين البرميت اللي فوق ده والبرميت ده، شايف عايز يضيف فين؟ ما بين الكوماندين في النص كده، يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ اه لو جيت عملت شو اكسس ليست كده، بصي اهو لو جيت عملت شو اكسس ليست هتلاقي الاكسس ليست اسمها ايه يا جماعه؟ اكسس ليست فيل، بس بتلاقي في النيمد 10 و20 كل سطر له رقم. خد بالك لما عملت شو اكسس ليست فوق في النمبر 10 و20 و30، بس ده في الحقيقه ما بقاش موجود، النمبر ما بقاش مترقمين،
فين في النمبر هنا باكت توصل فيه بجاية تمام. طيب هنا في النيمد 10 و 20 مترقمين انا عايز اضيف سطر بس يكون رقمه 15 ينفع نطلع طبعا. الله يكرمك. في كان 3 طالعين من الواحد عداهم وفي 2 كانوا طالعين من الاثنين 0 وقعهم تمام. طيب حلو الكلام كده. عايز اضيف سطر فين يا جماعه؟ ما بين ال10 وال20 اعمل ايه؟ اقوم داخل جوه الاكسس ليست كونفيجر تيرمينال اي بي اكسس ليست نوعها ايه؟ ستاندر. كان اسمها ايه؟ اكسس ليست اندرسكور فيل واعملها كلها كابيتال اهو. ها عايز اعمل رقم 15 اقول له 15 بيرميت 172 10 يا عم 10 1 1 0 0 0 0 255 اهو. تاني بخش جوه الاكسس ليست اهو دخلت جواها يا شباب اهي دخلت جواها اهو اي بي اكس اكسس ليست ستاندر واسمها وبعدين قلت له السطر رقم 15 بالمت بالمت مين الشبكه دي. طب تيجي نعمل شو كده تعالى نعمل شو اهو تعالى نعمل شو شو اكسس ليست فنلاقي في سطر 15 انضاف لو ايه 21 يقبل تمام هيسمح له هيسمح له بس انا كنت عايز هنا الترتيب بتاعه يكون هنا ماشي طبعا هيسمح له طبعا انا عارف هيسمح له اللي النيم بي 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 تعمل فيها كل حاجه الرقم ايه 15 دي ما انا هقول لك اهو هقول لك اهو ماشي بس انت انا هنا هنا ايه هنا عندي الاوبشن ان انا ممكن احط السطر في اي حته انا عايزها ممكن احطه حتى السطر الاولاني صح كده. طب انا لو عايز اشيل ال 20 السطر 20 ده منتهى البساطه كونفيجر تيرمينال اي بي اكسس ليست اسمها ايه ستاندر اسمها ايه اكسس ليست اندرسكور فيل نو 20 يا سلام خلاص شال لي كده ال 20 اهو. لو انا عايز اعمل الشو يا جماعه من 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 مود غير المود بتاعه اعمل قبل بس كلمه دو اهو شو اكسس ليست بالظبط كده ما انا بدور عليها فين اخدها كوبي اهو اهي هو يطلع نصح علينا اهو بدل ما اطلع على المود الثاني واكتب شو عايز اعمل شو انا واقف على المود الرابع اكتب دو بس قبلها بالنمبر ما كانتش موجوده ده بقى في الباكت تريس ان هي موجوده بس عشان كده ما كنتش بتعرف تعدل ها كانت موجوده بس يعني ايه بالظبط بس اعتبرها ان هي مش موجوده يعني ها خلاص كده ها في مشكله كده عند حد ايه في ايه ده كلام سهل وبسيط اهو في مشكله عند حد. طب انا بقى لو عايز اعمل برميت لجهاز واحد ها او دوناي لجهاز واحد اعمل ايه بص بقى السيناريو بتاعي عايز ايه انا في السيناريو بتاعي عايز الجهاز 1 10 يعدي الشبكه 172 16 1 10 بس يعمل ديناي لبقيه الشبكه يبقى تاني انا عايز 1 10 يعدي بس يعمل ديناي لبقيه الشبكه ها 2 0 كلها هتعدي بس يعمل ديناي ل 2 10 ايه رايكم اكتبوا بقى اللي انا عايزين نعمله احنا عايزين نسمح يا جماعه للجهاز 1 10 اللي هو 172 16 1 10 بس نمنع بقيه الشبكه وعايزين نسمح للشبكه 2 0 كلها ما عدا الجهاز 2 10 نمنعه تمام. حد بقى كده يكتب لي السطور كده بقى ها حد معلم كده يكتب لي ترتيب السطور سيبكم من الكوماندات يعني الكوماندات دي اخر حاجه نعملها ها ماشي سيبك من الوايلد كارد ماسك الكوماند هينكتب ازاي الكوماندات ترتيبها هيبقى ازاي ها مين اللي هنسمع يعني امنع الشبكه الاول وبعدين اسمح ولا اسمح الاول وبعدين امنع وفي الحاله الثانيه امنع الراجل الاول وبعدين اسمح للشبكه
اسمع اه طب وفي راي تاني؟ ها لا ازاي مين قال كده؟ اه مفيش داعي ليه؟ مفيش داعي للدناي خالص، بس في اوقات بحتاج الدناي. تمام؟ ها خد بالك خد بالك، انا ممكن اقلب لك الاكسس اللي بالديفولت بتاعها كل الناس تعدي. ما هو بص بص يا باشمهندس، انا السيناريو هو اللي قلت لكم عليه، انا ماليش دعوه باللي انتوا بتقولوه. السيناريو انا عايز واحد 10 يعدي، البيت الشبكه بتاعته تقع، تمام كده؟ عايز بعد كده 2 0 كلها تعدي تعدي، اه 2 10 يتمنع. دي مين بقى؟ ديناي 2 10 بس. طب ما هو في ديناي اول لكل الشبكه بتاعت 2، انا عايز اسمح لاثنين. يبقى اسمح لاثنين كلها وبعدين اعمل ديناي. استنى استنى بس، انا هي جايه في سكه. انت هتعمل ايه؟ الاو الاو يا باشمهندسه لواحد 1 10. اه ده خلاص خلاص ماشي، بتدي معايا الشبكه الثانيه بقى. اه المفروض ان انا اسمح للشبكه كلها ما عدا اثنين، اعمل موضوعين معمولين. اه قولي بقى. ها مفيش ديناي ده البيت للشبكه كلها افصل منها ده ايه؟ بص انا عايز اقول لكم حاجه، انا لما بيكون عندي شبكه وجهاز ايا كان بكتب الكوماند بتاع الجهاز الاول وبعدين الشبكه، لازم كده ابدا بالصغير وبعدين الكبير. ليه؟ ليه بقى؟ انت لو حضرتك عملت كده، عملت كده عندي ديناي بشكل سبوره، ها عملت كده ديناي كده، بصوا كده، لو جيت عملت حضرتك الحركه دي ديناي وبعدين 172 16 1 0 0 0 0 255 وبعدين يا باشمهندس اهو ده عملت برميت ل 172 16 1 10 حضرتك الكوماند ده ملوش لازمه. يعني لما اجيب باكيت مكتوب فيه 1 10 يا باشمهندس خالد، ما هو ال 1 10 ده جزء من الشبكه مين؟ 1 0، فيوقعه. اول ما بيوقع يحصل ماتش، ينفذ الكوماند ويطلع بره الاكسس ليست. فكان لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل بيرمت للجهاز الاول. يبقى تاني، ها المور سبيسيفيك، ها في الليست سبيسيفيك في الجنرال سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني لو عندك جهاز الاول للستيشن 32، لان كل اجهزه ستيشن 32، طب لو عندك حاجه 24 بعديها، طب لو عندك حاجه 16 بعديها، محدد قوي. وبعدين في اكبر تحديدا، في اكبر تحديدا، صح كده؟ ها وبعدين ليست ليست، صح كده؟ الجهاز الاول وبعدين الشبكه اللي 16 24. طب لو عندي 25، 25 تحط الاول وبعدين ال 24 بتاعها. بص هيبقى ترتيب الكوماندات ازاي، ها هيبقى ترتيب الكوماندات ازاي. الاول انا هسمح للجهاز اهو برميت، على فكره عشان اقول له ان ده جهاز، الجهاز يا جماعه معروف احنا خدناه مره قبل كده ان السلاش بتاعه كام؟ 32 صح؟ لما جاب ال 32 ده السبنت ماسك بتاعه 4255، يبقى الوايل كارد يا معلم كام؟ 4 اصفار، الله يكرمك. بس هو ده اللي عايزك تقوله، اهي 16 1 10 مسافه 4 اصفار، فالراوتر يعرف ان ده جهاز واحد. او قال لك الراوتر ممكن تشيل الاربع اصفار وتريح دماغك بس تكتب هنا كلمه هوست، يعني تعمل كده بيرميت هوست 172 16 ايه 1 10، تكتبها بالطريقه الاولانيه شغال، تكتبها بالطريقه الثانيه شغال. ايه لا ده لا ده الراجل يعمل لك اكتر من كده يعني، ها حلو الكلام كده. يبقى لما نيجي نكتب جهاز بيبقى الوايل كارد ماسك بتاعه كام؟ 4 اصفار، او ممكن ما اكتبلوش الاربع اصفار واكتب له ايه؟ هوست. تمام طيب، يبقى انا هعمل ايه يا شباب؟ هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا هعمل برميت اهو، خلاص عرفنا ازاي نكتب الجهاز اهو. يلا يا عم اهو برميت الاول، ها 172 16 واحد عشرة زيرو 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 زيرو، وبعدين يا شباب ايه؟ وبعدين ديناي ل 172 16 واحد زيرو 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 255،
واحد يقول لي طب ما هو اصلا ديناي اول. ماشي يا عم، مش مهم تكتب دي، مش شرط تكتب، مش مهم، ما هو ديناي اني في الاخر وخلاص. طيب وبعدين انا عايز بعد كده اسمح للشبكه كلها، بس عايز امنع منها جهاز. يبقى الاول امنع الاول الجهاز وبعدين اسمح للشبكه، الصغير الاول وبعدين الكبير. فانا الاول اعمل ايه؟ امنع الجهاز اهو ديناي 172.16.12.0.0.0.0 وبعدين اعمل ايه؟ بالميت البيت الشبكه. يبقى هي مش مساله مين الاول ديناي ولا برميت، لا هي مساله هو انت جهاز جوه شبكه ولا ايه؟ صح كده؟ فالجهاز الاول يجي وبعدين الشبكه. طب اي بص انا عايز اعمل الحركه دي، عايز اي باكت جاي من الشبكه 172.16.1.0 يمنعه، بس يسمح لكل الشبكات اللي اديتها 172.16 ما عدا 1.0. التاني عايز اهو، انا عايز اعدي كل الناس اللي اديته 172.16 واي حاجه بعد كده، بس اوقع مين؟ 172.16.1.0. هبدا بالصغير الاول. يبقى اعمل ايه؟ اعمل الاول ديناي لمين؟ للصغير. هو مين الصغير؟ اللي 1624 اهو. وبعدين اعمل ايه بعد كده؟ برميت لمين؟ ل 172.16.0.0، بس المره دي هيبقى ايه؟ 255. يبقى اي حد 172.16.2 16.3 16.4 16.5 مسموح له، مين اللي هيقع؟ 1.0. تمام. طيب تعالوا نكتب السيناريو بتاعنا ده، اخر حاجه بقى هناخدها، ان انا هسمح لجهاز وهمنع جهاز، واسمح لجهاز وامنع جهاز زي ما اتفقنا مع بعضنا. هنيجي على الراوتر اهو، عايزين تعملوها نيمد ولا نمبر؟ خلينا نيمد وخلاص. يلا يا عم نيمد وخلاص. اكزت اهو، هشيل الاكسس ليست الموجوده عشان ما تعمليش بس كونفليكت. هقول له اي بي اكسس ليست، نوعها ستاندر اسمها ايه؟ اكسس ليست اندرسكور ايه؟ فيل. وتعالى نعمل واحده جديده اهي، هقول له اي بي اكسس ليست نوعها ستاندر اسمها ايه يا جماعه؟ اكسس ليست اندرسكور فيل 2، هسميها كده. فيها ايه يا شباب؟ انا عايز اعمل بيرميت للجهاز 172.16.1.10 اهو، وعايز اعمل ديناي ل 172.16 كام؟ ها 1.0.0.0.255. وبعدين عايز اعمل بيرميت، لا عايز اعمل ديناي للجهاز 172.16 كام؟ 2.10. بس عايز اعمل بيرميت للشبكه كلها بتاعته 16 كام؟ 2.0.0.255 اهو. تعال نشوف الكوماندات كده اهي، كوبي اهي، وادا الاكسس ليست اهي. عملت اكسس ليست اسمها 2. اول حاجه سمحت للجهاز 1.10 بس منعت بقيه الشبكه، وبعدين منعت الجهاز 2.10 بس سمحت لبقيه الشبكه. الكوماندات دي عايز تطبقها على انهي انترفيس؟ عايز تطبقها على انترفيس 0 على 0. فخش جوه الانترفيس اهو، اكزت، واقول له انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اكسس جروب، ها اسمها ايه يا جماعه؟ اكسس ليست اندرسكور فيل ايه؟ 2 اوت، في الاتجاه اوت. تشيك على الكلام ده فين وانت خارج يا معلم. اهو انا كده ربطت الاكسس ليست عندنا في الاتجاه اوت. حلو الكلام. طيب تعالوا كده مع بعضنا كده نتشيك بقى اهو. والله لو الجهاز دوت رقمه 1.10 انا سامح له اهو، لو 1.10 انا سامح له ان هو يعدي اهو، فالباكت جاي من هنا رايح هنا سكسسفول اهو، الدنيا لذيذه اهو يا باشا. يلا اهو ومعدي راح للجهاز ورجع. طيب لو انا مثلا بتكلم من اي جهاز تاني جوه الشبكه وليكن 1.11 اهو، لا مش هيعدي. تعالى كده نشوف، ادي الراجل اهو عايز يكلم الراجل ده، فيلد على طول اهو اهو. حلو،
تمام. الشبكه الثانيه بقى العكس، كلهم بيعدوا ما عدا مين؟ ما عدا 2 10 اهو. الراجل ده ايه؟ 2 ايه؟ 2 و2 مثلا. تعال نشوف كده اهو، سكسسفول عدى اهو. صح الكلام كده؟ طب لو الجهاز ده بقى رقمه 2 10 اهي، 2 10 كان بيعمل فيه ايه؟ بصوا 2 10 كان بيعمل فيه ايه؟ ديناي اهو. تعال ادا 2 10 اهي، نفس الباكت اهي. يلا كده هتلاقيه عمل ايه؟ شكرا. وديت الستاندر اكسس ليست. حد عنده مشكله؟ طب انا لو كنت عايز اطبق الاكسس ليست ديت، ان انا اطبق البوليس دي على الشبكتين الاثنين اللي ورا الراوتر، كنت ممكن اعمل ايه؟ لا اما اكتبها في الانترفيس دي والانترفيس دي، يعني اكررها مرتين، لا اما كنت ممكن اكتبها على الانترفيس دي مره واحده بس في الان بقى. صح كده؟ فانا كده منعت كل حد ورا الراوتر، اول ما الباكت يجي يخش للراوتر يتشك على البوليس بتاعته، فكل الناس اللي ورايا ممنوعين. ايه؟ اهو اهو يا باشا مهندسه اهو، ده اهو بص كده اهو اهو، الباكت جاي اهو، ماشي اهو ماشي اهو ماشي اهو ماشي اهو. هو رايح فين دلوقتي؟ رايح يخش جوه الراوتر اهو. صح؟ احنا قلنا لما يجي يخش داخل جوه الراوتر فهتشيك. بس يا ستي هيبقى الاتجاه ان. طيب تعال ناخد بقى الاكستندد. يلا ناخد الاكستندد. ها الاكستندد، لا الاكستندد رائعه بقى. الاكستندد اكسس ليست بتعمل لك فلتر بالاي بي، تمام، او بتعمل فلتر باللير 4 بروتوكول. اللير 4 بروتوكول هو مين؟ التي سي بي او اليو دي بي. وكان في سلايد كده في سمستر 1 وكان لازم انت تحفظها، ولازم برضو انت تحفظها. والله انا مش حافظها عموما يعني، بس لو اخش امتحان السنة هحفظها. هي شكلها ايه السلايد دي؟ والله مش بتاع اللايرز. بصي هي راحت فين اهو، باور بوينت اهو، ادي السمستر الاولاني. الترانسبورت لير ده كان شابتر 9 اهو، اخر 2 سلايد شابتر 9 اللي هو الترانسبورت لير. هقول لك اليوم هون هم مسجلين في الفيديو يعني اهو، ترانسبورت لير اند كده في الاخر خالص، وبعدين ايه اللي هم دول. مين اللي شغال تي سي بي؟ الاتش تي بي والاف تي بي والاس ام تي بي والتلنت اهو. خليكم كده معايا، اللي شغال تي سي بي مين؟ الاتش تي بي، الاف تي بي، الاس ام تي بي، التلنت اهو. اللي شغال عندنا تي سي بي يا جماعه، كان في كلام مكتوب اهو، الاتش تي بي والاس ام تي بي والاف تي بي والتلنت. مين اللي شغال يو دي بي؟ الدي ان اس، الدي اتش سي بي، الاس ان ام بي. كل دي بروتوكولات شغاله ايه؟ يو دي بي اهي. تعال شوفها كده معايا. الجهاز خلاص الحمد لله. لا ما خلاص، ولازما يعني كده اهو اهو، ادي اهو اليو دي بي، هتلاقوا الدي اتش بي، الدي ان اس، الاس ان ام بي، التي اف تي بي، الحاجات بتاعت الفويب، الحاجات بتاعت تي في، كل الكلام ده شغال يو دي بي. طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ بص كده معايا. يبقى احنا عندنا يا جماعه الاكستندد اكسس ليست اليو دي بي، شكل الحاجات بتاعت الفويب كمان، الحاجات بتاع الاي بي تي في، التي اف تي بي بتاع الراوتر، فاكرينه السيرفر ده؟ دي حاجات شغاله يو دي بي. افكركم مع بعض كده بالترانسبورت لاير اللي انتوا خدتوها مع الباشمهندس سامي.
لما يكون جهازك اهو عايز يكلم سيرفر، السيرفر ده يا جماعه فيه من اول الواحد لحد 65536 شباك، فالشبابيك دي بيسموها ايه؟ بورت نمبر. تمام؟ يعني مثلا عند الشباك رقم 80 قاعد واحد بيبص لك منه اسمه الاتش تي تي بي، عند الشباك رقم 67 قاعد واحد اسمه الدي ان اس دي اتش بي، احفظي بقى احفظي بقى يا باشمهندس، عند 53 في الدي ان اس، وانت عندك برضو هنا في المبنى بتاعك واحد لحد 65536 شباك. يعني تقدر حضرتك تكلم تفتح عندك 35536 برنامج على الويندوز بتاعك. تمام؟ يعني انا ممكن افتح كده ويندو ويب براوزر شكل فايرفوكس او جوجل كروم، افتح واحده فيها الفيسبوك، ادي واحده بصت من شباك، واحده فيها الهوت ميل، واحده فيها جوجل، كل واحده من اللي انت عمال تفتحهم بالتبدي كل واحده من دي واخده رقم بورت نمبر، يعني حجزت شباك تستخدمه في نقل الداتا. فانت حضرتك فتحت الفيسبوك اهو، او فتحت اي حاجه الفيسبوك.com، يبقى السورس بورت رقم الفيسبوك عندك انت، السورس بورت كام؟ الويندوز بيدي لك رقم فوق ال 1023، ده رقم راندوم لو انت ويندوز عادي. طب انت رايح تكلم مين على الفيسبوك؟ رايح تكلم الفيسبوك، ده انا اتكلم ال اتش تي بي اللي رقمه كام؟ 80. فيبقى السورس بورت عندنا وليكن 1024 والديستنيشن بورت كام؟ 80. طب اي حاجه فوق ال 23 الله يكرمك، الويندوز بيدالك راندوم. خلاص بقى البرنامج ده دلوقتي قاعد على الشباك رقم كام؟ 1024. ما يسيبوش يتنيه يتكلم على الفيسبوك عن طريق البورت نمبر ده. امتى يقفله؟ لما تخلص كلام معاه، تقفل الاكسبلورر بتاعك، تقفل الفيس. طب ما هو انت برضه الجهاز بتاعك ممكن يكلم الياهو، صح الكلام كده؟ لا، هو الجهاز مات، هو الجهاز مات خلاص. هو عارف ان خلاص اخر يوم النهارده مات يعني. طيب ادي الياهو، الياهو برضو عنده شبابيك من الواحد لحد 65500 كام؟ 36. تمام كده؟ طب انا لو عايز اكلم الياهو على البورت 80، خلاص الويندوز بتاعي هيقوم فاتح لي ايه؟ شباك جديد من عنده اهو، الويندوز بتاعي هيقوم فاتح لي شباك جديد وليكن 1025، بقى عنده السورس بورت الجديد كام؟ 1025 اللي مفتوح فيه الياهو، بس الديستنيشن بورت كام يا باشمهندسه؟ 80. طب ازاي الجهاز بتاعها هيفرق ان دي تروح للفيس ولا دي تروح للياهو؟ ما احنا بعد كده ان شاء الله كل عماره من اللي قدامكم دي هيبقى لها حاجه اسمها اي بي، الاي بي اللي هو رقم الجهاز اللي طالع منه، تمام؟ والاي بي بتاع الفيس غير الاي بي بتاع الياهو، فيبقى الديستنيشن اي بي والديستنيشن اي بي بتاع الياهو غير الديستنيشن اي بي بتاع الفيس. وليكن الفيس هيبقى واخد اي بي 4 7، بس الياهو هياخد اي بي مثلا 4 9 اهو، 4 كام؟ 4 9 اهو. فكل عماره من دول، كل سيرفر من دول له اي بي شكل، صح الكلام؟ فيبقى الباك اب بتاعتي بنكتبها بقى احنا كده، بنكتبها كده. بصوا بنكتبها ازاي؟ بنكتبها كده، لا هو الجهاز بتاع استقال خلاص. ايه؟ الاي بي اللي هي 4 ساعات اللي هو بتاع السيرفر بتاع الاثنين. بص بس رواق كده عليا، يفتح بس الجهاز دقيق له بس كده. يا رب. بص يا شباب، ها انا عندي اهو، انا عندي اهو ادي الجهاز بتاعي، العماره بتاعتي ايه اللي فيها الشبابيك بتاعتي ايه؟ الويندوز عندي فتح 1024، ده هيروح يكلم مين؟ الفيس، هيكلم الفيس هناك عنده كام؟ 80. بس فتح 1025 شباك تاني بيكلم مين؟ الياهو، بس بيكلمه برضه على كام؟
رقم البيت بتاعي انا، رقم البيت بتاعي 192 168 110 مثلا، رقم البيت بتاع الفيس كام؟ اربع سبعات. ورقم الفيس بتاع الياهو كام؟ اربع تسعات. بص الويندوز هيعمل ازاي بقى؟ هيجي على اللاير ايه؟ هيجي على الباكت بتاعه الفيس ويكتب كده في لاير 4 1024 السورس بورت، رايح يكلم من هناك في الفي في في الفيس ديستنيشن بورت كام؟ 80. بس الاي بي بتاعي كام؟ 110. رايح اكلم مين؟ اربع سبعات. طب الباكت الثانيه اللي راح لياهو طالعه من الشباك اللي رقمه كام؟ 1025. رايح يكلم من هناك؟ 80. بس انا طالع منين؟ من 110. رايح يكلم مين؟ اربع تسعات. بيسموها يا باشمهندسه الاربع سبعات كده مع بعض كده اهو، نقطتين كده برقم البورت، الاثنين دول بيسموهم ايه؟ ها؟ سوكت نمبر. استحاله تلاقي اثنين باكت لهم نفس السوكت. فاحنا لو احنا رايحين لنفس السيرفر يبقى اكيد رايحين لسيرفس مختلفه. لو انا رايح للياهو، ما انا ممكن اكون رايح للياهو فاتح موقع الياهو بتفرج على صور وبتفرج على اخبار، وممكن اكون رايح للياهو بفتح الايميل بتاعي. لما تروح تكلم الايميل كده بتكلم الشباك اللي رقمه 25. لما تروح تتفرج على صور وكلام من ده كده تتكلم مع مين؟ مع ال 80. فهتلاقي الباكت اللي راح للياهو تفتح الايميل اسمها اربع سبعات مثلا او اربع تسعات اهو، هو الاس ام تي رقمه كام؟ 25. طب الباكت اللي راح للياهو بس يفتح الويب هتلاقيها اربع تسعات 80. فالاي بي مع بورت نمبر، اي اي بي مع بورت نمبر بسميه ايه؟ سوكت. تمام؟ البورت نمبر بتخليك الشبابيك تكلم بعضها، فالبورت نمبر بيخلي ايه يا جماعه؟ البروسيسز تكونكت ايتش اذر، العمليات هنا والعمليات هنا توصل لبعضيها، البرامج تكلم بعضيها. تمام؟ اما الاي بي بيخلي الاجهزه توصل لبعضيها. انت جيت المعهد، عايز مين في المعهد؟ محمود ولا وجيه ولا تامر ولا مين؟ ها؟ محمود وجيه وتامر، ده البورت نمبر. العنوان بتاع المعهد ده الاي بي. انت رحت لحد الفيس، طب مين اللي وداك للفيس؟ الاي بي بتاع الفيس. تمام؟ بس انت رايح مين؟ مين السيرفس اللي هتكلمك جوه الفيس؟ ال 80 ولا ال 25 ولا الخلف؟ على حسب البورت نمبر. وعشان كده يا جماعه لما بتيجي نقرا بنقرا لير 3 الاول وبعدين لير 4. الاول اوصل للجهاز، الاول الاي بي وصلني، وبعد ما الاي بي وصلني اطلع بقى اطلعه لير 4 اشوف انهي برنامج شغال عنده هيرد. صح الكلام كده؟ ها؟ اتفهمت كده؟ يبقى البورت نمبر بيخلي العمليات تكلم بعضيها، اما الاي بي بيخليك ايه؟ كونكت الاجهزه، الديفايسز كونكت اتش اذر. ودي انتوا خدتوها فين؟ في الترانسبورت اللي هتلاقي الاثنين دول نود دول مكتوبين عندكم في الباور بوينت. فالبروسيس تكلم بعضيها عن طريق البورت نمبر، البرامج تكلم بعضها عن طريق البورت نمبر، الديفايس تكلم بعضيها عن طريق الاي بي. حلو كده؟ طيب انت واجع دماغك بالقصه دي ليه؟ لان السند اكس ليست كلها شغل على الموضوع ده. فهمنا القصه دي؟ فيها مشكله كده؟ طيب تعالوا كده نعمل اكستندد اكسس ليست. الديفايس تتكلم بعضها عن طريق الاي بي. طبعا البرامج تتكلم بعضها عن طريق البورت نمبر. صح الكلام؟ انا عندي ايه؟ ربنا فاتح عليا وجايب سيرفر اهو وحاطه عندي جوه الشركه، روش نفسي على الاخر اهو، حط الموقع بتاع الشركه عليه اهو، ده سيرفر اهو جوه الشركه اهو، سيرفر ويب جوه الشركه اهو. حلو الكلام كده؟ السيرفر بديله اي بي من الشبكه اللي هو واقع فيه اهو، هدر السيرفر اي بي ستاتيك اهو 172 16 كام 100 كام 100 100، ده هيبقى الاي بي سيرفر بتاعي اهو. وهلعب هنا ايه في السبنت ماسك، انا لاعب فيه اسام جوه، وهديله الديفولت جيت واي بتاع الراوتر بتاعه اهو، سيرفر اهو ويب اهو يا عم. طب فين الويب يا عم؟ بخش جوه السيرفس اهو، ده اللي هنعمله بقى في كورس ويندوز سيرفر. الاتش تي بي هقول له اون، شغال اهو اتش بي اهو، السيرفس بتاع الاتش بي ايه؟ اون. اللي رقمها كام؟ 80. فلو اي حد عندي، شيل بقى الاكسس ليست القديمه دي عشان ما تعمليش مشاكل اهو، عشان ما اخرفش معاها. نو اي بي اكسس ليست رقمها كام؟ كان لا كان اسمها اي بي اكسس ليست ستاندر، اسمها ايه؟ اي سي ال، ايوه اندرسكور فيل 2. خلاص؟ لو اي حد يا جماعه دخل على صفحه النت بتاعته، انا شغلت اتش بي
انا كنت كتبت 2 في اخر مره، شفت الاولاني وكتبت 2. بصوا لو فتحت الويب براوزر، الراجل فتح النت اهو وكتب الاي بي بتاع مين، بتاع السايت بتاع 16 100 100، راح فتح لي صفحه النت بتاعتي اهي، الموقع بتاعي فتح اهو صح. طب لو عايز اخلي الموقع ده بقى اسمه محمود.com DNS، تمام، فاروح عندي اهو، عايز اظبط الناس بتوعي اروح اجيب لهم سيرفر ايه DNS وحطه عندهم اهو. انا دلوقتي بخش على الموقع ده بايه، بالاي بي بتاعه، ما عنديش DNS اهو، 172.16.100.100 يكونكت. انما مفيش حد بيترجم محمود.com ده ال 100 100، انا بكتب www.محمود.com دلوقتي، مفيش حد بيترجم ده اهو، مفيش اهو، صح الكلام؟ كبر دماغك. ها مفيش حد بيترجم اهو، www.محمود.com. ها لو قعدت تتكل الصبح بقى مفيش اهو. انا عايز حد بقى يترجم محمود.com ال 100 100، فالجهاز يكونكت. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيترجم الاي بي؟ النيم للاي بي دي ان اس. فهروح احط لهم دي ان اس اهو، هروق الناس عندي اهو، احط لهم دي ان اس عندي اهو اهو، واشغل السيرفس بتاع الدي ان اس. بس الاول احط الدي ان اس اي بي، هو ينحط في الشبكه كام؟ واحد، ماشي، هديله 1200 اي بي، 1200 اي اي بي يعني. ادي ديسك توب 172.16.1.200 اهو، والشبكه دي كانت ملعوب فيها اهو 172.16.1.1. وصل بقى اهو، حلو. برضه لو جيت تخش دلوقتي مفيش اهو، www.محمود.com مفيش اهو لسه. طب تعالى نعمل كونفيجريشن للدي ان اس اهو، نخش على السيرفس. والله انا هشغل دلوقتي الدي ان اس، فين يا عم الدي ان اس اهو؟ لما حد يقول لك www.محمود.com اديله الاي بي كام؟ 172.16.100.100 بتاع هناك بعيد اللي عليه الايه؟ اتش تي بي صح؟ ادي يا عم الريكورد اهو، ونوعه ايه؟ ايه ريكورد؟ فاكرين الايه ريكورد؟ صح كده؟ نوعه ايه؟ ايه ريكورد؟ تمام؟ لان ده جهاز عادي قدامه اي بي، تمام؟ والان اس ريكورد والام اكس ريكورد. لا انا مش شارحها يا باشمهندسه والله. ما انا مش شارحها. طيب تعالى كده نخش دلوقتي ايه؟ عملتش اون؟ ما هو معمول له اون اهو، دي نس. لا دي نس مش معمول له اون فعلا اهو، اون اهو دي نس شغال. هروح على الجهاز ده اقول له يا عم لما تيجي تخش نت روح اسال الدي ان اس، طب رقمه كام الدي ان اس؟ تعالى كده ديسك توب اهو، اي بي اهو، رقم الدي ان اس كام؟ 172.16.1.200 اهو. يلا يا سيدي تعالى نجرب بقى كده اهو، www.محمود.com، عمليه الاجه خالص اهي صح الكلام؟ اي حد في الشبكه ديت هيكتب محمود دوت كوم هيروح يديله اي بي 172.16.100.100، يروح يدخله على مين؟ على الدي اتش على الاتش بي سيرفر هناك. عايز بقى العب انا شويه بقى في الاتش بي سيرفر، عايز شويه يخش نت وشويه ما يخشوش وكلام من ده، امنح شويه واعمل شويه كده. فهنضطر عشان تمنع سيرفس او تقفل سيرفس وكلام من ده تروح لمين؟ للاكستندد. الاكستند هي اللي بتشتغل على مين؟ على الاثنين. تعال نشوف كده هنعملها ازاي. اولا الاكستندد لما تيجي تحطها بتحطها قريبه من السورس وبعيد عن الديستنيشن، ما هو شيء طبيعي، مش هتقدر تحطها عند الياهو مثلا تقول لو سمحت احط عندك الاكسس بتاعتي صح كده؟ فانت بتمنع عنه ويب او كلام من ده، هتحطها عندك انت. وبعدين انت هتحطها عندك انت ليه؟ لان هو الباك دلوقتي مكتوب فيه سورس وديستنيشن، انما هناك كان مكتوب فيه سورس بس. طيب هعملها ازاي؟ بصوا كده هقول له enable configure terminal access list. انت عايز تعملها extended، extended بتاخد ارقام من اول ال 100 101 مثلا. طيب انت تشتغل على الايباد بس
ولا هتدخل بورتات معاك؟ تعال كده نشوف. الاول انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل برميت. طيب ويتشر مارك كده انت عايز تمنع ايه او تسمح لايه بالظبط؟ عايز تشغل اي بيهات بس ولا عايز تشغل تي سي دي ولا عايز تشغل يو دي بي؟ وعشان كده قلت لك لازم تحفظ البروتوكول بتاع التي سي بي، لازم تحفظ البروتوكول بتاع اليو دي بي. والله انا عايز اسمح للاتش تي بي، الاتش بي كان شغال تي سي بي فنكتب تي سي بي خلاص. يبقى كلمه تي سي بي دي معناها ان تشغل ليار ايه؟ ليار 4. طيب وبعدين السورس اي بي انت عايز تمنع من مين او تسمح لمين؟ عايز اسمح للشبكه 172.16.1.0 اللي هو 0.0.0.255 هذا السورس. بس كده انت كتبت سورس اي بي. طب السورس بورت هيبقى كام؟ السورس بورت هيبقى كام؟ بص كده عملت كويتشن مارك، قال لك اني يعني اي سورس بورت ايكوال يعني بيساوي ها جريتر زان اكبر من، تمام؟ ليه زان اقل من؟ نوت ايكوال لا يساوي رينج، يعني ايه من رينج كذا رينج كذا. انا عايز اقول له اي حاجه فوق ال 1023 هقول له جريتر زان 1023، مش السورس بورت بيبقى اي حاجه فوق ال 1023. انا كده خلصت السورس يا جماعه اهو. انا بقول له اسمح لاي جهاز طالع من الشبكه دي باي بورت نمبر. ممكن واحد تاني يقول ايه؟ طب ما مش فارقه معايا خليها جريتر زان زيرو، اي سورس بورت. لما يكون رايح لمين؟ لل 172 16 100 100، مش ده اللي احنا عايزين نخليه يروح له؟ طب ما هو ده جهاز، مش ده جهاز؟ يبقى الواي كارد ماسك بتاعه كام؟ اربع اصفار. طب لما يكون رايح للاتش بي ده اهو هيبقى البورت نمبر عنده كام؟ ايكوال كام؟ ايكوال كام؟ 80. خدها كده كوبي بقى وتعالى نفهمها سوا واحده واحده. واحده واحده كده ايه على نار هاديه كده خالص يعني. اهو انا عملت اكسس ليست اسمها 101، قلت له والله انا عايز اسمح لحاجه جوه التي سي بي اللي هو مين؟ الاتش تي بي. اهو عايز اسمح لحاجه جوه مين؟ التي سي بي. طب عايز تسمح لمين يا عم؟ عايز اسمح للسورس بتاعي الشبكه، اي حد جاي من الشبكه 10. طب ليه اي حد؟ لان 0 ل 255 اهو، اي حد من 0 ل 255 لما يكون السورس بورت بتاعك اي حاجه جريتر ذان 0. طب والديستنيشن اي بي لما يكون رايح للويب سيرفر اللي هو 172.16.100.100. طب ده اي بي جهاز يبقى اربع اصفار. طب يبقى ديستنيشن بورت كام؟ 80 ايكوال 80، تمام؟ في مشكله كده؟ تمام كام مره؟ حاضر. بص يا باشمهندس سيد، انا عندي الباكت بتاعتي لما تيجي تيمه ماشيه بتبقى عامله كده. لا انت تنقفل بقى وتنفتح تاني. اهو الباكت عندي بتبقى كده اهي. هتبقى كده. السورس اي بي هيبقى اي حاجه في الرينج بتاعي اهو. في الشبكه اللي انا عايز اسمح لها تروح تكلم الياهو اهي. اي حاجه من الزيرو لحد كام؟ 255. طب الديستنيشن اي بي اللي هو الاي بي بتاع الياهو اهو. حلو. طب السورس بورت هيبقى كام؟ هيبقى زيرو. اي حاجه اكبر من زيرو مش مالكش دعوه بالسورس بورت خالص. طب انت رايح تكلم مين؟ البورت 80. بس كده حضرتك مش هتكلم ويب، مش هتطلع ويب غير لمين؟ غير الموقع ده بس. طب انا بقى لو عايز اسمح للشبكه دي لاي حد ويب اعمل ايه؟ اجي مكان الحته ده هي اللي هو 100 100 واكتب كلمه اني. اي سيرفر، اي اي بي لسيرفر، لاي سيرفر. فكده الراجل يخش على الفيس والياهو ويخش عليهم كلهم. انما لو كاتب له 100 100 ما يخشش بس ويب غير على مين؟ 100 100. والباقي كله ديناي. مش احنا اصلا عندنا المنع فالباقي كله ممنوع. عملت ايه بقى يا باشمهندس سيد؟ قلت له برميت اهو. انت عايز تعمل برميت لمين يا عم؟ للتي سي بي. ليه التي سي بي؟ اصل الاتش تي بي ده شغال تي سي بي. عايز امنع تي سي بي، عايز اسمح للتي سي بي.
لما يكون طالع من الشبكه 172 16 1 0 بوايلد كارد ماسك 0 0 0 255 جريتر زين كام؟ 0 اي حاجه يا عم. 1023 اعمل ايه جريتر زين 1023؟ انا عاملها كده يعني اي حاجه لان الباك تريسر ممكن ما يكونش ملتزم بتاع الويندوز يعني. انت فاهماني؟ انما في الحقيقه هكتب له فوق 1023. هو كده كده مش فارق معايا السورس بورت، انا ما بتشكش اصلا على السورس بورت. طالع يا عم باي سورس بورت انت عايزه. انا بتشك على مين؟ على الديستنيشن بورت اللي هناك. تمام؟ طيب لما يكون رايح لمين؟ ل 172 16 100 100. طب ده رقم جهاز، رقم سيرفر، يبقى اربع اصفار واير كارد ماسك بتاعه، او بدل الاربع اصفار تكتب كلمه ايه؟ هوست. تمام؟ طب هو ايه بقى؟ جريتر زان لا ايكوال 80. طب انا لو انا كنت عايزه يا باشمهندس اكتب عليه اي سيرفر على الراجل ده اكلمه، اكتب ليه الزان 1023؟ لان كل ارقام السيرفرات اقل من كام؟ من 1023. فممكن اخش على الراجل ده دي ان اس واخش عليه اس ام تي بي، فكنت اكتب ايه؟ للزان مكان الايكوال دي اكتب ايه يا جماعه؟ للزان 1023. كده اي سيرفر شغال على الاي بيز 100 100 ده انا بقدر اكسسه. رايح اكلمه دي ان اس هيعديني، رايح اكلمه اتش بي يعديني، رايح اكلمه اتش بي اس يعديني. حلو الكلام؟ تمام؟ شايفين السطر عامل ازاي؟ سطر طويل شويه. طيب تعالى كده نشوف مع بعض الباك الانترفيس الاكسس دي هربطها فين؟ هربطها على البورت بتاع الشبكه دي. ايه اهو والراجل رايح الراوتر بتاعه رايح يطلع نت، اهو معايا ايه رابط له الانترفيس دي اهو، انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اكسس جروب رقمها كام؟ 101 ان. الاكسس اس اللي من نوع ستاندر اكستندد بتنحط قريبه جدا من السورس، قريبه جدا عكس الثانيه حتى جنبك على طول. طيب تعال كده نتشيك. اهو هذا الجهاز بتاعي اهو، والله كتبت 172 16 مثلا 100 100 راح جايب الايه؟ تعال نجيبها تاني اهو 172 دوت 16 دوت 100 100 راح فاتح اهو خلاص، لان عامل برميت للشبكه دي. طب انا بقى لو انا كنت عايز لو طبقت الاكسس دي على الفتحه الثانيه دي هل الجهاز ده يخش؟ تعال نشوفها كده اهو، جيت انا عملت كده اكزيت انترفيس فاست 0 على كام؟ على 1 اي بي اكسس ليست او اكسس جروب رقمها كام؟ 101 ان على الانترفيس الثانيه يعني. تعال نشوف كده الراجل ده هيخش ولا لا. اهو 172 16 100 100. ليه؟ اصل ده طالع من الشبكه 2 0 وانا ما سمحتش بس غير لمين؟ غير لواحد 0 اهي الكوماند مكتوب اهو. انا عملت برميت لمين؟ لواحد 0 كسورس. هل انا سمحت الاثنين؟ بقوا الشبكة واحد هي بس اللي بتعمل لها حصل لها ايه؟ برميت. اما الشبكة اتنين لا ما تقدرش يروح للي هناك. ها؟ عايزين تاخدوا مثال تاني عليها؟ ولا كفاية كده؟ الاكستندد. لا فيها نيم وفيها نمبر طبعا. اهو ممكن يا جماعة نعمل كده. بصوا هشيل الاكسس ليست اللي موجودة دي حالا اهي. وهعمل لكم اكسس ليست جديدة. نو. نو اي بي اكسس ليست نوعها ايه؟ نو اي بي اكسس ليست كان رقمها 101 خلاص كده راحت. نو اكسس ليست رقمها 1. عايز اعملها بمين بقى؟ اي بي اكسس ليست نوعها اكستندد. تمام؟ اسمها ايه؟ اسمها سميها انا كده ويب اندرسكور فيل. بص انا عايز اعمل ايه؟ هعمل اكسس ليست اهو، هعمل برميت للتي سي بي، برميت التي سي بي اللي طالع من الجهاز 172 16 1 10. الباشا ده بس هو ده اللي دخله نت في الشبكه دي، ده المدير بتاع الشبكه دي. برميت تي سي بي للجهاز 1 10 لما يكون طالع باي ايه؟ باي بورت نمبر رايح لمين؟ للنت. اني اي سيرفر
تمام؟ ايكوال كام؟ 80. صح؟ ما حددوش سيرفر يكلمه اهو. كتبت اني مكان الاي بي بتاع مين؟ بتاع السيرفر. اي سيرفر رايح يكلمه 80 عديه يا عم، ده المدير بتاع الشركه. كده كل الناس ممنوعه على فكره. لان باي ديفولت ايه؟ دراي اني اني كل الناس ممنوعه. صح؟ طيب وبعدين عايز اعمل كده بيرميت يو دي بي لنفس الجهاز اهو 16 1 10 0 0 0 0 جريتر زان 0 اني لما يكون رايح يكلم اي حد على الدي ان اس. دي ان اس كام؟ 53. عشان اعرف يكلم الدي ان اس كمان لما يروح يكتب www.face.com دي ان اس يكلمه. تمام؟ عايزين نعمل ايه تاني؟ عايزين نعمل بيرميت، عايزين نمنع البنج. ايه رايكم نمنع البنج؟ ما نخش يعرف يبنج على السيرفر. بصوا من البنج بنمنعه ازاي. ديناي اي حد اهو، انا عايز امنع اي حد جريتر زان. لا يا عم استنى ثواني عليا. ديناي البنج، البروتوكول بتاع البنج اسمه اي سي ام بي يا جماعه اهو. الاي سي ام بي ده ملوش بورت نمبر، اصل الاي سي ام بي ده شغال في لاير 3. الكوماند بنج شغال في لاير 3 ملوش بورت نمبر، خد بالك اهو. فهعمل ايه؟ هعمل ديناي الاي سي ام بي. انا عايز امنع الاي سي ام بي اللي طالع من اي حد رايح لاي حد. انا كده محدش هيعرف يبانج على حد. طب لو عايزه امنعه ان هو يبانج على سيرفر معين فاعمل له ديناي. ها ديناي لمين؟ ديناي لمين؟ 172 16 100 100 زيرو 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 زيرو. حلو الكلام اهو. وانتر. حلو الكلام كده. طب تعالى نجرب بقى الاكسس ليست دي. اكزيت اهو انترفيس فاست زيرو على واحد اي بي اكسس جروب. طب انا ممكن احطها على السيريال وخلاص ويبقى اتطبقت على الشبكتين. بصوا انا هحطها على السيريال ده وهو اكزيت، يعني اي حد هو خارج من هنا يطبق عليه البوليسي اهو ورايح دماغي وخلاص اهو. اكزيت اهو انترفيس ها سيريال زيرو على 2 على كام؟ على زيرو. اي بي اكسس جروب اسمها ايه يا عم؟ ويب اندرسكور فيل اوت اوت. تعالى كده نشوف مع بعض. الجهاز ده عايز يخش نت فراح كاتب 172 16 100 100 مش راضي يخش. ليه يا عم مش راضي يخش؟ وانا سامح لمين اساسا؟ انا والله ما انا فاكر اهو. تعال نشوف احنا سامحين لمين. 1 10 خلاص انت بقافل على كل الناس. تعال نخلي ده 1 10 هيعدي اهو. يلا يا حلو 172 16 100 100 عدى صح. بس خدوا بالكم انا مانع مين البنج، يعني لو حاول يبنج عليه هناك هيقع صح كده. تعال نجرب مع ان في كونكتيفيتي وفي راوتنج وفي كل حاجه بس انا مانع ان هو يبنج عليا. بنج اهو ها 172 16 100 100 انريتشابل 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 انريتشابل. تصوروا بيخش على الراجل ويب ويجي يبنج عليه ما يعرفش اهو. سبحان الله ويخلقكم ما لا تعلمون. الترافيك بتاع الويب ماشي اما الترافيك بتاع البنج واقع صح كده؟ بايه؟ بالاكسس ليست. تبقى انت عمال تخش على الياهو تيجي تبنج عليه ما انتش لاقيه. ايه ده؟ ما هو عشان ما حدش يعمل عليه هاكينج صح كده؟ ها ولا اعمل لي اسمار في بنج ولا كلام من ده. طيب تعال ناخد ده كده ايه كوبي اهو. فين يا باشمهندس الكوماندات اللي احنا كاتبينها؟ اه لا شغال شغال ما تقلقيش. هي الباشمهندسة غادة اللي ملخبطاني جاية متأخرة النهاردة اهو ملخبطاني اهو. طيب اهو هنعمل ايه؟ فين 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 الاكسس ليست بدايتها ايه؟ ها يلا كده افهموها كده معايا، افهموها كده الله يكرمكم معايا عشان خلاص احنا كده خلصنا اهو. انا عملت اكسس ليست اسمها ويب اندرسكور فيل
وبعدين عملت برميت لاي لجهاز 1.10 اهو ان هو يروح يكلم مين؟ اي سيرفر سلاش كام؟ 80 صح كده؟ وبعدين سمحت له كمان يو دي بي ان هو يكلم الدي ان اس عشان لو حد جرب يكتب باسم السيرفر الدي ان اس يرد عليه تمام؟ وبعدين كمان جيت تحت خالص اهو ورحت عامل ايه؟ ديناي اي سي ام بي ان ان اي حد بيحاول يعمل بينج ما البروتوكول بتاع البينج ده اللي هو الاي سي ام بي ان ان هو البروتوكول ده مش بورت نمبر لا يا عم مش بورت نمبر لانه شغال في لاير 3 ما طلعش لاير 4 الاي سي ام بي يا جماعه ده لاير 3 تمام وبعدين عملت ديناي ان اي حد انه يبنج على السيرفر ده طب انا بقى دلوقتي لو عايز اسمح للجهاز 1.10 ان هو يبنج اعمل ايه اعدل في النيم ده اكسس ليست اكتب هنا كوماند قبل الديناي ده اهو هسمح اهو بصوا الاول اعمل ايه ها شو ها اكسس ليست قال لك والله انا عندي الديناي ان رقمه كام 30 صح كده فنعمل كده كونفيجر تيرمينال ها اي بي اكسس ليست اسمها ايه اكستندد كان اسمها ايه يا عم ويب اندرسكور ايه فيل 2 اهو التعديل هيتم اهو بقى ضيف لي سطر رقمه 25 قبل ال 30 ده اسمه ايه ال 25 دوت اسمه ايه اسمه بيرميت ها الاي سي ام بي لما يكون طالع من مين من 172 16 1.10 ده اللي على راسه ريشه اهو الاي سي ام بي لما يروح يكون بيعمل بينج على اي حد اهو الراجل ده له الحق انه يعمل بينج على اي حد شايفين ورقمه كام 25 اهو لو جيت عملت دلوقتي شو اكسس ليست شو اكسس ليست هتلاقي في ايه ايه ده ما نضافش في الاخر ليه يا عم اسمه ويب فيل ايه يا باشمهندس اسمها ويب فيل مش ويب فيل 2 وانت بين عمال اكتب صح طيب كونفيجر تيرمينال تاني معلش شيل انا خلاص انا كده جبت اخري خلاص لا لا يا ريس لا يا ريس ازاي ازاي يا ريس ها نو اهو اهو يا جماعه معلش انا اسف اي بي اكسس ليست اكستندد كان الباشمهندس محمود اللي بيمسك الحاجات دي انت فين يا ريس نايم ولا ايه ريس الله يكرمك خليك معايا حبيبي ها اندرسكور لا هو اللي كان بيجيب الكلام ده السقطات دي انا شلتها شلتها لا ده مفيش نور والله بصي والله انا مطبق من امبارح فيعني من الف النهارده مش جايب بكره الف النهارده ايه انا بكره حته ثانيه اي بي اكسس ليست اي بي اكسس ليست اكستندد معلش ها اسمها ايه يا جماعه ويب اندرسكور فيل بس هي ويب اندرسكور فيل رقمها كام 25 بيرميت الاي سي ام بي لما يكون طالع من 172 16 ها خلينا نكتبها بالهوست المره دي بقى اهو بلاش اربع اصفار كلمه هوست عشان تبقى موجود معاكم في الفيديو 16 كام 1.10 لما يكون رايح يكلم اي حد الراجل ده الراجل بتاع الاي تي وده الجهاز بتاع الراجل بتاع الاي تي فيقدر يبنج على اي حد اهو لو جيت عملت دلوقتي شو اكسس ليست هتلاقي في كوماند نضاف فين رقم 25 اهو لو الراجل ده رقمه 10 هو الراجل ده رقمه 10 ها الراجل ده الاي بي بتاعه 10 اهو كان دلوقتي كان ممنوع ان هو يبنج بنج تاني كده ريبلاي اهو مع انه كان فوق انريتشبل اهو بقى بينج بينج اهو ده اللي على راسه ريش بيبنج على اي حد ده فتحت له البنج اهو مع انه كان فوق ما بيبنجش اهو تمام طيب ديت يا جماعه الاكستندد اكسس ليست اه طبعا اللي تحتها بينج وكده لا مثلا لا ده انت لازم تكون عارف ان البينج تبع الاي سي ام بي دي معروفه ايه علامه الاستفهام دي لو في سينتاكس في الكوماند ما انتش فاهماه يعني لو انا مثلا كنت ماشيك واحده ليه لانها طويله فكنت ماشي كده اهو كونفيجر تيرمينال تمام وبعدين اقول ايه اكسس ليست انا ما اعرفش ايه اللي بينكتب بعد الاكسس ليست لو انت عايز اكستندد يبقى من 100 ل 199 يبقى 101 ما اعرفش ايه اللي بينكتب بعد الرقم ديناي ولا بيرميت بيرميت ما اعرفش ايه اللي بينكتب بعد بيرميت انت عايز تمنع ايه ده خدي بالك كمان انت ممكن تمنعي الاوز بي اف تصوري تمنع الاي سي ام بي تمنع الاي جي ار بي
تمام؟ الابديت بتاعه ان هو يوصل مكان معين بالاكسس ليست. لا ده كمان ان شاء الله الاكسس دي ليها استخدامات كتيره جدا بعدين، تمام كده؟ فتقرا فيها جامد يعني، حاول تقرا في الاكسس ليست. يعني ممكن الاكسس ليست ان شاء الله اعمل بقى الكواليتي اوف سيرفيس، كل شبكه اديها بريورتي بشكل معين عن طريق الاكسس ليست، تمام؟ طيب اخر حاجه في الاكسس ليست يا جماعه، هي مش شغاله على الباكت تريسر بس نشوفها مع بعضنا. لو انا فاكرين الكوماندات بتاع التلنت، التلنت فاكرينها لما كنت بتلنت من جهاز معين، انا عايز اعمل اكسس ليست محدش يقدر يتلنت على الراوتر بتاعي الا لو جاي من شبكه معينه. فين هو التلنت ده؟ لو انت قاعد في اي مكان في الشركه وانت زي ما خدناه قاعد على اي جهاز تلنت، هو الراجل الادمن ما اكتف التلنت على الراوترات، بس مش عايز اي حد من الشركه يقدر يتلنت غير لما يكون الجهاز بتاعه الاي بي بتاعه ايا كان، مثلا 10 10 10 10 اللي هو الاي بي بتاعه هو بس. فازاي اربط الاكسس ليست مع التلنت؟ بص كده انا هعملها لكم اهو على الباكت تريسر، بس للاسف هي مش شغاله يعني، تمام كده؟ هعملها لكم على الباكت تريسر اهو. انا عايز اعمل ايه؟ الادمن بتاعي الجهاز بتاعه رقمه يا هندسه رقمه 10 1 1 2، فانا عايز بس الجهاز 1 1 2 هو اللي يقدر يتلنت على الراوتر، تمام؟ على انهي راوتر؟ على الراوتر ده مثلا، حلو كده؟ فهاجي على الراوتر ده الاول اكتف التلنت اهو. كنا بنعمله ازاي يا باشمهندسة؟ اول شرط من الشروط بتاعتي لازم يكون ايه؟ لازم يكون واخد اسم، واخد اسمه اهو اليكس اهو. تاني شرط عندي لازم يكون محطوط له ايه؟ انيبل سيكريت اهو، حطيت له انيبل سيكريت اهو. ها تالت شرط عندي ما اكتف الفي تو واي، اقول له لاين في تو واي، لاين في تو واي من زيرو مسافه كام مثلا؟ 4 مثلا. عايز تعمل باسورد والراجل داخل من بره يكتب لي تيل 1 2 3، ها تيل 1 كام؟ 2 3 لوجن. انا كده ايه يا جماعه؟ اكتفت التلنت على الراوتر ده. فلو في اي حد واقف في اي مكان اهو دخل على الدوس وكتب تيل نت والاي بي بتاع الراوتر، اي اي بي على الراوتر ده 209 165 200 300 كام؟ 234، هتلاقيه بيفتح اهو. هكتب سيس ان ايه اللي هي بتاع النيبل سيكريت، سيس ان ايه، ايه انا عاملها سيس ان ايه صح ولا لا؟ اهو بس هتلاقي في حاجه كابيتال وفي حاجه سمول، لا سي سي لا دبل سي دبل سي 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 ان ايه، تمام اهو كلها سمول سي سي ان اي. ايه يا عم؟ تيل نت 209 تاني 165 200 دوت 234. والله لو خد لك كوبي ما هي بتيجي تقفل بقى خلاص. ها انيبل سيكريت سي سي ان اي من عيني. يا جماعه دي الباسورد الاولانيه تيل 1 2 3. لا يا باشمهندس خالد انت مش مركز خالص. تيل 1 2 3 اهو داخل على اليكس انيبل سي سي ان اي، راح داخل اهو. خد بالك اي حد دلوقتي مسموح له يعمل تيلنت، يعني لو انا جاي من هنا حتى من هنا هقدر اخش تيلنت اهو. تيل نت خدناها مره قبل كده التيلنت دي اهو 209 165 200 165 200 دوت 234 تيل 1 2 3 انيبل سي سي ان اي. دلوقتي بقى يا باشمهندس رحاب، ايه 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 يا باشمهندس سي سي ان اي بس خلاص داخل اهو. انا عايز دلوقتي ما حدش يقدر يعمل تيلنت غير جهازه او اللي جاي لي من الشبكه فوق ده. يبقى هعمل ايه؟ هروح على الراوتر اللي انا عايز اعمل ريستريكشن عليه، محدش يقدر يعمل تلنت عليه غير الجهاز ده، واربطه باكسس ليست. مش ده اللي انت مش عايز حد يخش عليه غير الجهاز ده؟ فاجي هنا كده اقول له ايه؟ اكسس ليست رقمها كام؟ 102 مثلا تي سي بي الاول برميت. هو التلنت ده شغال ايه؟ شغال تي سي بي. لما يكون جاي لي من الشبكة، لا انا عايزه من جهاز واحد يا عم، 10 1 1 1 ده جهاز واحد يبقى 4 اصفار. جريتر زين كام؟ 0. رايح يكلم مين؟ رايح يكلم الراوتر ده
صح كده؟ رايح يكلم اي حد يا عم، اي راوتر، اي ديفايس، اني ها اني اي اي بي من الراوتر ده اني ايكوال كام؟ ايه ايكوال تلنت؟ التلنت كام يا جماعه؟ رقمه كام؟ 23. او ممكن تكتب تلنت على طول كده، لما تكتب 23 لما تكتب تلنت على طول كده. خلاص انا كده عملت اكسس ليست اهو، قلت له ما حدش مسموح له ان هو يكلم الراوتر ده غير 10.1.1.1. طيب عايز اربطها بقى بالانترفيس. هي التلنت دي انترفيس؟ التلنت دي مش انترفيس، التلنت ديت انترفيس وهميه على الراوتر. فيرش خش جواه لاين في تو واي من 0 مسافه 4 اي بي اكسس بدل جروب كلاس. يبقى الكوماند جوه التلنت اسمه ايه؟ اي بي اكسس ايه؟ كلاس. واسم مين او رقم مين؟ الاكسس ليست. بص بقى اللي هيقول لك ده، بص اللي هيقول لك ده، هيقول لك مش نافع. لما تيجي تعمل يا جماعه اكسس ليست تربطها بالتلنت لازم الاكسس ليست تكون من نوع نيمد. لازم الاكسس تكون ايه؟ شايف بيقول لك ايه؟ مش نافع تحت اهو. طب تعالى نقلبها نيم على طول بقى اهو. اقول له اي بي اكسس ليست نوعها ايه؟ اكستندد. بتعمل ايه يا عم دي؟ بتعمل التل نت، هتبقى كبيره قوي، تل الاو اسمها كده. فيها ايه؟ فيها ان انا هعمل بيرميت للجهاز اهو انه يكلم اي حد تلني، صح كده؟ ها انت يا عم عمال تعمل ديسكونكت، ها اهو. خش بقى اربطها كده، اقول له انترفيس يا عم، مش انترفيس، لاين في تي واي من 0 مسافه 4 اي بي اكسس كلاس اسمها ايه يا جماعه؟ تيل الاو اهو ان. لو اي حد داخل عليك تلنت ان اهو، اي حد بيعمل ليك تلنت وهو داخل طبع عليه الاكسس ليست دي. تعال ناخدها كده كوبي ونحطها فين؟ في النوت باد، لان بيجي عليها اسئله في الامتحان اهو. لو جيت تجرب كده ما كانتش بتقبل خالص زمان معايا. لو انا داخل اهو اكزيت وعملت تيل نت 209 165 200 دوت 234، راح هيخش اهو 1 2 3 انيبل سيس ان اي، راح داخل. طب لو انا غيرت الاي بي بتاع الجهاز ده، يعني ما خليتوش 1 2 خليته 1 3، انا طبعا مانع كل الناس ما عدا هو اهو، وجيت اعمل تلنت. ايه ده اشتغل؟ لا لا ثواني، اقفل ده خالص اهو اهو. تل نت 209 165 200 234، تل 1 2 3 دخل عادي خالص اهو. دي مشكلة عندنا في الباك تريسر اهو. خلاص كده يا جماعة؟ في مشكلة عند حد في الموضوع بتاع الاكسس ليست، ازاي اربطه مع التلنت؟ طيب اخر حاجة خالص بقى، في عندنا حاجة اسمها ريفلكسيف اكسس ليست. يعني ايه ريفلكسيف اكسس ليست؟ انا عايز لما يكون الناس من عندي طالعة تكلم الويب، الترافيك يروح ويرجع عادي جدا مفيش مشاكل، بس لازم أن يكون اليوزر اللي عنده هو اللي بادئ كلام. لو حد من الويب عايز هو يبدا كلام معاك ما ينفعش. فارول بيعمل كده. لو انت رايح تكلم الفيس يخليك تفتح الفيس. طب لو الفيس هو اللي بادئ كلام معاك، اي حد من بره عايز يكلم الاجهزه اللي جوه ما ينفعش. يبقى السيشن لازم أن يبدا منين؟ من جوه. تمام، هو ده الفارول الحقيقي. تمام، هو بيعملها ازاي؟ لما مش انت لما كنت تيجي تعمل تي سي بي استابل تي سي بي اللي هو 3 واي هاند تشيك، فاكرين تي سي بي 3 واي هاند تشيك؟ لما يجي جهاز يكلم جهاز ثاني، فكان الاول بيفتح معاه سيشن بيقول له سينك اكنولج للسينك. ايه ايه ايه؟ لا لا والله خدناها. بص كده، انتوا بس اللي مش فاكرين يعني، لعيد مصر اهو. فاكرين ان انا عندي لما كان جهاز كمبيوتر يجي يفتح سيشن مع اي ويب بره او اي جهاز بره
كان بيجي يعمل ايه الاول؟ يقوم باعت له رساله اسمها السينك، يقوم الجهاز ده رد عليك بايه؟ باكنولج للسينك. تقوم انت رد عليه بايه؟ باكنولج. دي في عندنا في النتورك بنسميها ايه؟ 3 واي هاند تشيك. الراجل بيسلم على الثاني ثلاث مرات، يبداوا يبعثوا داتا مع بعض اهو، داتا وده يرد عليه باكنولج لو انت كنت شغلت سي بي، داتا واكنولج، صح الكلام كده؟ اهو. يبقى اول رساله اصلا بتطلع من جهازك اسمها ايه؟ السينك. والله لو الرساله دي جت طالعه من جهاز انا هيخليك تروح ويخلي الداتا تروح وتيجي زي ما الفل. يعني انت لو انت فاتح السيشن، لو الجهاز بتاعك عامل اوبن هو للسيشن، طب لو السينك دي جاني من السيرفر من بره او من اي حد من بره ما يعدهوش. طب دي بعملها ازاي يا باشمهندسه؟ بصي اهو نفس الكوماند اللي فات ده اهو، مش ده اللي انا كنت بسمح له يكلم الويب؟ واجي هنا اهو في الاخر هنا اكتب له كلمه استابلشت. بس استابلش دي معناها ايه؟ بعد رقم التمرين ده معناها ان الشبكه اللي هي السورس هي اللي تبدا كلام، مش اي سيرفر من بره هو اللي يبدا كلام. دي معنى كلمه استابلشت. بيعمل حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ ريفلكسيف اكسس ليست. كده الاكستندد والستاندر يا جماعه في الاكسس ليست خلصوا. الكلام هو هواه في الاي بي فيرجن 6. الكلام هو هواه لو انت تعمل ايه؟ اكسس ليست الاي بي فيرجن 6. بس في الاي بي فيرجن 6 الاكسس ليست نوعها اكستندد ونيمد. مفيش النمبر ومفيش الستاندر، خلاص ما عادش. خلاص كده؟ ده الاكسس ليست. اخر جزء بقى وجزء لذيذ خالص مش هياخد منا وقت، اللي هو النات والبات. النات والبات نص ساعه اهو.